السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم. يعني النهاردة عندنا أخبار كتيرة جدا جدا، وعندنا فقرات من الضيوف. عندنا الصفقتين الجداد دونجا وفتحي، حسني فتحي لاعبي المقصة هيكونوا معانا، وبنوجه الحقيقة كل الشكر لمسؤولي مصر المقصة ان احنا كنا اخدين يعني اذن بيهم النهاردة مضوا في الزمالك، وبنوجه كل الشكر لمسؤول نادي الزمالك ومستشار مرتضى منصور وافقوا ان الناس يكونوا موجودين معانا. اول الناس طبعا بنشكرهم ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق ليهم الفترة اللي جاية. عايز اقول لكم ان الزمالك خلص صفقات كتيرة جدا هنتكلم فيها النهاردة، يعني اخرهم الثلاثي النهاردة دونجا وفتحي ومسعد من المقصة، وفي صفقات كتير. احمد رؤوف من المصري حسم، بالفعل احمد رؤوف طبعا عليه موضوع ما بين المصري وسموحة، لكن اكد لي النهاردة المستشار مرتضى منصور ان احمد رؤوف في المصري. ايضا قبل كده المهندس فرج عامر قال ان احمد رؤوف ماضي في سموحة، هنشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. طبعا تابعنا امبارح موقف صلاح امين المتغير والمتحول. صلاح كان عنده موقف مع امبي ما بين امبي وسموحة، تمسك صلاح سليمان، انا اسف، تمسك في البداية بامبي نظرا لظروف، ثم بعد كده قال ان هو عايز يروح سموحة، وامبي باعت طالب ان هو يقف. يا ريت تجيبوا لنا كابتن عبد الناصر محمد برضو نعرف منه الموضوع بالتفصيل، لان الولد دخل معايا امبارح وقال لي كان في اتفاق جنتلمان مع مسؤولي نادي امبي ان انا لو المهندس فرج عامل تمسك بيا ان انا اروح. مش عارف، هي الحقيقه هي كلها يعني ظواهر واوضاع غلط، دي من وجهه نظري انا الشخصيه، وانا اتكلمت في القصه دي الحقيقه قبل كده مرارا وتكرارا، وقلت ان يعني امضاءات اللعيبه والوضع ده مش لصالح الكره المصريه، او يعني مش اعتقد الامور مش هتمشي بشكل سلس جدا. انتخابات اتحاد الكوره بتدخل برضو النفق المظلم اللي هو لازم يكون ليه حلول. امبارح بيقدم المستشار هرماس رضوان، شخصيات المحترمه جدا، قدم امبارح على كرسي الرئاسه، وطبعا في هناك يعني اقاويل ان لربما يبقى في موقف. الدكتوره ماجده الهلباوي امبارح برضو مع الكابتن احمد شوبير قالت ان هي رفعت قضيه بالفعل عشان الاجراءات بتاعت الجمعيه العموميه مش مظبوطه او فيها اخطاء. نحاول يا جماعه، هاتوا لنا على التليفون المستشار هرماس رضوان والدكتوره ماجده الهلباوي برضه نسمع منهم المواضيع. هل الامور برضه قبل ما تبتدي هيبقى فيها جاهز؟ هو جاهز؟ طيب نروح نشوف عقبال ما يجيبوا لنا الدكتوره ماجده الهلباوي على التليفون، نشوف برضه سريعا المستشار هرماس رضوان قال ايه امبارح لكاميرا قناه الحياه، ونرجع لكم تاني. قدمت منذ قليل باوراق ترشحك لانتخابات مجلس اداره اتحاد الكره المصري، مظبوط؟ مظبوط، الحمد لله. على مقعد ايه؟ مقعد الرئاسه ان شاء الله. الرئاسه. قول لي الاول، شايف المنافسه ازاي بقى اللي تقدم لحد دلوقتي هو المهندس هاني ابو ريده، مظبوط؟ شايف المنافسه معاه ازاي؟ يعني المنافسه ما فيش وضع طبيعي. الجمعيه العموميه النهارده غير زمان. كل واحد طبعا احنا عايزين في الكوره زي مصر ما مرت بثورتين كبار. عايزين تغيير، يعني عايزين استكمال الشكل الديمقراطي في الكورة، اتحاد الكورة ما يكونش فيه طاعة عمياء اللي قايمة وخلاص. انتظرت شهرين ثلاثة، اتوقع اي حد من الناس اللي في المجال والناس الممتازين المعروفين بادائهم وسمعتهم الطيبة يتقدموا. ما فيش، احنا ما ينفعش ارقى مكان وكل رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات منتخبين من جمعيات عمومية بيصل عددها من 2000 لغاية 700,000 منتخبين بصورة ديمقراطية. ما ينفعش إحنا اللي طلعنا بصورة ديمقراطية، ويمكن أنزه انتخابات في مصر هي انتخابات الأندية، سواء كان في إشراف قضائي أو ما فيش إشراف قضائي، لأن اللي بنتخب ده مش راجل أمي، عضو جمعية عمومية بتاع نادي محترم ومركز شباب محترم. الوقف كان خطأ، الوقف ما كانش وقف من جمعية عمومية، لم تنعقد الجمعية العمومية لغاية النهاردة عشان يوقفوني المادة 14 من لائحة النظام الأساسي اللي هي معمول بها حاليا، اللي هي 560. المادة 14 فيها الإيقاف بموافقة تلتين الجمعية العمومية، الشط بموافقة تلات أرباع الجمعية العمومية. لغاية النهاردة لا انعقدت الجمعية العمومية علشان أوقف، رغم أن الإيقاف كان خطأ إلا أنه اتلغى بحكم المحكمة،
والوزير نفذ حكم المحكمه ومعايا قرار وزاري عندي وفي الالتحاقات بالغاء قرار الشطب والايقاف وشامل شاملني انا والدكتوره ماجده. يعني حكم المحكمه ينطبق عليا وعلى الدكتوره ماجده وقرار الوزير ينطبق عليا وعلى الدكتوره ماجده لان هو قرار واحد تم الغائه بحكمين وبقرار الوزير. اللائحه اللي انا ترشحت بها دلوقتي اللي بيلجا للنزاع الرياضي هم عناصر اللعبه، انا مرشح مش من عنصر عناصر اللي يروح للتحكيم الرياضي ولجان الطعون ولجان الاتحاد اللي هو عناصر اللعبه، اللاعب الحكم وكلاء اللاعبين وكلاء المدربين وبس. اما عضو مجلس الاداره او مرشح لمجلس الاداره وبعدين لا اتفاق على ما يخالف الدستور. الدستور ماده 97 اللي جوه للقضاء حق دستوري، حق ما جيش اتفق ان انا خالف الدستور. يعني في اقرار هنا غلط تقول لهم ده غير دستوري، اللي هو بيقول لك امضي ان انت ما تروحش للمحاكم غلط، ده تحصيل حاصل. اي واحد يروح المحكمه ما فيش جلسه واحده. يشرفني ان انا اشارك مع كل زملائي من اسره الكره المصريه والباب مفتوح للجميع. في حاله فوز حضرتك من طالب المهندس هاني ابو ريده يبقى في خلفك ويدعمك، وفي حاله فوز المهندس هاني ابو ريده حضرتك تبقى في ظهره ويدعم طبعا. وعد. انا طبعا موضوع ده احنا اسره جمعيه العموميه كلها بما فيها مهندس هاني كلنا مع بعض، ده مصر محتاجه كل الجهود. مهندس هاني حضرتك تبقى في ظهره، تضافر كل الجهود، العمل الجماعي محتاج تضافر كل الجهود. وانا مثلا مانيش لاعب منتخب مصر عشان اقول ان انا مثلا معايا عصا سحريه، لا، في اجهزه فنيه لعبه منتخبات ولعبه انديه ممتاز دي هنستعين بيها، في خبره فنيه موجوده. يعني عاوز برضو وعد في حاله فوز حضرتك باذن الله عبر التلفزيون الحقيقه مهندس هاني هيكون في خلفك وفي ظهرك ويدعمك. لو المهندس هاني فاز حضرتك هتقف في ظهره وتدعمه. طبعا احنا لنا مكان في الاتحاد الدولي مش عايزين نخسره. بشكر طبعا زميل شريف شعبان على لقاء المستشار هرماس رضوان، واترشح بالفعل على كرسي رئاسة اتحاد الكرة المصري، نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. برضو نروح سريعا نعرف قانونية الاجراءات من الدكتورة ماجدة الهلباوي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن. دكتورة ماجدة ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي كابتن؟ ربنا يخليك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الناس دي ماشية صح ولا غلط؟ الاجراءات دي مظبوطة ولا لا؟ والله يا كابتن احنا بقالنا 4 سنين انا بحيت صوتي وعملت رفعت دعاوى وكسبت قضايا وكل الكلام ده، ومحدش بيحب يسمع ولا يحب يغير ولا يحب يمشي صح، فهم في طريقهم وانا في طريقي الحقيقه. يعني الطريقين هيلتقهم لما يكون احنا الاثنين متفقين على ان احنا نعمل اجراءات قانونيه صحيحه. هم مش عايزين يعملوا اجراءات قانونيه صحيحه، هم في طريقهم الغير صحيح وانا في طريقي القانوني، واللي يكسب مصر كلها بتتفرج عليه. طب هو ايه المفروض يحصل يا فندم؟ يعني هو مين اللي ما بيعملش الاجراءات؟ احنا بقالنا اربع سنين من ساعه ما المجلس الاتحاد خد قرار بشطبي انا والدكتور هرماس ورفعنا دعوه في المحكمه واخدنا حكم بالغاء الشطب، وان لجنه انضباط ما هياش لجنه قانونيه عشان تشطب، وان ما فيش طريق معين لفض منازعات رياضيه غير اللجوء للقضاء للمحاكم العاديه، ومع ذلك اللائحه فيها بند بيقول عدم اللجوء للمحاكم العاديه. حتى اللي بيقدم ورق ترشيحه دلوقتي لو حضرتك تشوف هتلاقي فيه اقرار بانه ما يلجاش للمحاكم الوطنيه، كانه بيمضي بالظبط على اثنين بيمضوا على اجراء ان احنا نتاجر في المخدرات وما فيش مشكله ما فيش حد هيشوفنا. الكلام ده مش مظبوط. لما تيجي تمضي حد على الاقرار لازم تمضيه على اقرار قانوني يستند لظهر قانوني، انما تقول له ما تلجاش للمحاكم الوطنيه يبقى انت عندك بتخالف الدستور وبتخالف قانون الشباب والرياضه المصري. هم مصرين يعملوا كده، وانا مصر ان اقول في حاجه اسمها المحاكم المختصه المصريه، طالما المحاكم دي موجوده وما لهاش بديل في الناحيه الرياضيه. يعني مش عاملين لجنه فض منازعات، مش عاملين هيئه المنازع لفض المنازعات، مش عاملين لجان تحكيم، مش عاملين محكمه رياضيه، يبقى من كل الناس هتلجا للمحكمه الطبيعيه. انما تيجي تقول لي ما تلجاش لمحكمتك الطبيعيه اللي بينص عليها الدستور والقانون وبيدي فيها الحق لكل مواطن، وتحط انت بند من عندك كده منك لنفسك كده وكانك مشرع قانوني وتقول عدم اللجوء للمحاكم الوطنيه، تقول لي اصل الفيفا بيقول كده. الفيفا دي منظمه دوليه تحترم القوانين في دول العالم كلها. لما انا بعتمد لائحه بعتمد اللائحه وبعدين اديها للفيفا تعتمدها.
لو هي مش موافقه مع الدستور والقانون بتاعي يبقى ما ينفعش ان انا اعتمدها وابعتها للفيفا. وده اللي حصل في اللائحه الموجوده. اللائحه الموجوده فيها بندين مخالفين لبعض. الحكم لما صدر ليا ولمصلحتي كان من حيثيات الحكم بالظبط ان 3 وزراء رياضه مصريين عدت عليهم اللائحه دي بالرغم من انهم يملكوا قرار تغيير البند الغير قانوني فيها ان هم ما غيروهوش في خلال 15 يوم من توليهم الوزاره، لان الوزير مش شغلته تنفيذ القانون بس ومراقبه تنفيذ القانون كمان. الوزراء كلهم ما خدوش بالهم من النقطه دي. انا اثرتها في اكتر من مجال، اثرتها في قناه الاهلي في 3 حلقات متواصله مع الدكتور ياسر ايوب، اثرتها في كل البرامج. كل الناس سدة ودنها مش عايزه تسمع، تصطدم لما يحصل ايه، تصطدم لما يحصل بقى موقف زي اللي حصل احنا فيه دلوقتي. بندعو الانتخابات على اللائحه باطله وغير صحيحه وغير موافقه صحيح الدستور والقانون. مين اللي هيسيبك تعمل فيها كده؟ مين اللي هيسيبك تشتغل بهذا الاسلوب؟ مين مره في حياتي يعني نفسي مره حد يطلع كده سواء وزاره الشباب والرياضه، هو لازم، انا يا كابتن مع احترامي الكامل لكل وزير يجي شباب والرياضه، هو لازم المواطن يلجا او صاحب المصلحه يلجا للطعن على الحكم عشان ياخد حكم مع ان الوزير ينفذه؟ طب انت شغلتك ايه كوزير؟ شغلتك انك انت لو قانون موافق القرار موافق لصحيح القانون بتجيزه، مش موافق لصحيح القانون بتبطله وتلغيه وتشطبه. ده شغلتك كوزير اولا، شغلتك تنفذ الاحكام. يعني بعد انا كمان ملجا للمحكمه، يعني انت اجبرتني اني الجا للمحكمه وبعد ما خدت من المحكمه خدت حكم، انه شغلتك انك تنفذ الحكم، مش انا ارفع عليك دعاوى عشان تنفذ الحكم غصب عنك. دي مش شغله وزراء، دي اسمها حاجه ثانيه خالص ما ينفعش اقولها. فاهمني ازاي؟ كون بقى ان كل وزير ما بياخدش باله من الكلام ده، او تحديدا وزير الشباب والرياضه مش شاغل دماغه بالكلام ده وقاعد يصالح بين 2 في قائمه واحده متخاصمين وكلام من ده، لا، الوزير مش مأذون، الوزير ولا محلل، الوزير مفروض على حياد قاعد مكانه بيراقب كل الاتحادات وكل الهيئات اللي عنده على مسافه واحده من الجميع. مش المطلوب منه بس هو يحابي حد على حساب حد. بس هو دكتوره دكتوره مجد على مسافه واحده من الجميع، يعني المهندس خالد مين اللي قال كده يا كابتن؟ اديني قرار طلع بتنفيذ الحكم المحكمه اللي انا خدته. فين هو؟ فين الحكم؟ لو ما عندك طلعه لي على الشاشه. امال هو حضرتك هو ماشي المجلس ده ازاي؟ يعني المجلس ده مشي ليه؟ عشان الحكم قرار طلع حضرتك. القرارات اللي بتطلع من الوزارات بتعلن في حاجه اسمها الوقائع المصريه. لا على موقع الشباب والرياضه في قرار تنفذ ولا على وقائع مصريه. اديني قرار اتعين بيه ثروت سويلم مدير الاتحاد ولا هو قائم باعمال الاتحاد. طلع لي قرار بيقول كده، طلع لي قرار بيقول فتح الترشيح غير في جريده رسميه، جريده الجمهوريه معلن عنها. فين القرار؟ ما هو لازم يكون طلع له قرار يا فندم عشان يمضي على الشيكات. يورينا القرار، والقرار ده بيطلع في الخفا يا كابتن ولا بيطلع فين؟ ما يصدر القرار ما يعلنه. طب هو على موقعه بتاع الشباب والرياضه. طب هو الحل يا فندم كان الاتحاد اللي فات كان غير اللائحه، يعني كان عامل جامعه عموميه وغير اللائحه، ده كان حل؟ مش المفروض الاتحاد اللي فات لما احنا قلنا الكلام ده وقت ما شطبونا وطلع حكم بالكلام ده، هم استشكلوا في الحكم، الاتحاد استشكل في الحكم واترفض الاشكال، وبعدين طعن تاني واترفض الطعن التاني، ثم عملنا استمرار في التنفيذ واخذنا، ثم اصدر القرار الوزير قرار بايه؟ بإلغاء القرار اللي طلع بالشطب، ليه؟ طبقا للحكم رقم كذا. طب ما انت شفت الحكم وطلعت عليه قرار اهو، ما تعدل في اللائحه بقى، اطلب من الاتحاد او الهيئه التابعه ليك اللي هي الاتحاد المصري لكره القدم، قول لهم اعملوا جمعيه عموميه وشوفوا حل للبند الغير قانوني ده. بس يعني هو ده اللي انا طالباه، انا مش طالبه حاجه اكتر من كده. يعني في انتخابات يا دكتوره ولا مفيش؟ انا طالع عليها ومقدمه ما يفيد الحكم ده، مقدمه مساعده لهذا الحكم، ان اللائحه اللي هيتم العمل على الانتخابات عليها او اجراء الانتخابات عليها ليس لها ظهير قانوني وليس لها دستور، الماده 45 او البند 45 فيها. زي المحكمه ما تشوف، لو المحكمه قالت اوكي انا مع المحكمه، انا مع اي طريق قانوني يا كابتن. بس عندك حق، ما اقدرش اجادل حضرتك في القانون. لو حد بيختلف معايا على القانون يقول لي انا بختلف معاك، يطلع لي الصح. انا بقول بعلن قدام الناس كلها وعملت في القناه عندك وفي اكتر من برنامج اما كذا مره اتكلمنا، وحياتك متابعني بقالك 3 سنين، وفي النهايه طلع اللي بقوله مظبوط. ما ينفعش كل حاجه تستغرق مننا 3 سنين عشان تبقى صحيحه. عندك حق. يعني اولى بينا 3 سنين دول نبص لمنتخباتنا، نعمل خطط لزياده عدد الممارسين، نرفع مستوى الناشئين، نعمل اجراءات للمحترفين بدل ما احنا الدنيا كلها مستنيانا لما نعمل دوري المحترفين. يعني كانت 3 سنين دول اولى بيهم حاجات اكثر اهميه من ان احنا نفضل مصرين على الغلط برغم ان القانون مورينا الطريق الصح. ان شاء الله يا فندم يكون حد بيسمعنا، واتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. انا بقول الاجر على الله. ان
شاء الله ربنا يوفقك. بشكرك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ماجده الهلباوي. ووجهه نظر طبعا قانونيه، انا مش عارف الحقيقه يعني هل اللوائح فعلا كده، هل اللوائح كانت افضل ان هي تتعدل، هل هنفضل يعني في مواضيع المحاكم وبتاخر بشكل كبير جدا، ما تقدرش تعمل عليها بلان طويل المدى، ما بتقدرش تشتغل 4 سنين وتعمل اللي انت جاي في فكرك، بتبقى مركز كله في قضيه الشهر الجاي الشهر اللي بعده. وحق دستوري يعني، كل واحد طبعا حقه ان هو يلجا للمحاكم، ولكن لازم يكون في حلول. يعني قانون رياضه طبعا شايفين الورش اللي شغاله، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يعني يشوف النور قريبا. قلت لكم الزمالك خلص صفقات كتيره جدا، خلص ناصف وخلص دونجا وخلص فتحي وخلص مسعد، خلص عبد رؤوف احمد رؤوف، خلص مجموعه لاعبين الحقيقه كتير، اكتر من 11 صفقه حتى الان نادي الزمالك. وهناك احمد جعفر بيتردد بقوه، ولكن احمد جعفر برضو ماضي في سموحه، وده اللي انا عرفته من مهندس فرج عامر ومن احمد شخصيا، وكان في كلام ان الزمالك هيفتح معاه قنوات اتصال. يعني واضح ان الموضوع ما بين الزمالك وسموحه معلق في اكتر من لاعب. ولكن انا برضو الحقيقه بناشد وبوجه رساله شديده اللهجه ورساله قويه جدا للاعبين، عزز امضتك. يعني ما ينفعش ان انت تمضي هنا وتمضي هنا، ما ينفعش تقول اصل المسؤول وعدني. طب ما توعده انت يا اخي، يعني المسؤول زي ما بيوعدك وعد انت، مش لازم المسؤول وعدني ولو في حاجه هيرجع لي الفايل بتاعي. يعني حسبه الحقيقه اتكلمنا فيها كتير، معرفش ليه الناس ما تسمعش، ولكن اعتقد المره دي الدرس هيكون كبير والوقف كمان هيكون كبير. دي لقطات مباشره من عزاء الكابتن الراحل طبعا كابتن طارق سليم، وده ابن الكابتن طارق سليم الفنان الكبير عمرو سليم. طيب هنتابع معاكم ان شاء الله باذن الله. يعني عزاء الكابتن طارق سليم ثانيه بثانيه، عندنا هناك كروك موجود هناك من قناه الحياه، وعندنا يعني كاميرتنا هناك، وهنتابع معاكم ان شاء الله باذن الله ثانيه بثانيه. كل محبين كابتن طارق سليم النهارده هيكونوا موجودين. بيتغيب طبعا عن العزاء، يعني اعتذر رسميا. المستشار مرتضى منصور كان معايا في مداخله وقال ان هو عنده ظروف سفر او حاجز سفر فمش هيقدر يكون موجود، ولكن هيكون في وفد موجود كبير من نادي الزمالك. وايضا المهندس محمود طاهر اللي نظرا لظروف علاجيه، لان هو كان عنده الحقيقه ميعاد اخده من 6 شهور في المانيا، لان كان المفروض هيعمل عمليه جراحيه وراح، والحمد لله يعني امبارح الدكتور شافه مش هتبقى عمليه وهيكمل ان شاء الله باذن الله علاج، ومش هيكون موجود النهارده. طبعا يعني امبارح دخل معايا اللي هو شيرين شمس وكان بيتكلم في الموضوع. الحاجات دي يا جماعه ما فيهاش مزايده، يعني الحاجات دي مش موقف بقى وهنقعد نتكلم فيه ونعمل، مش فيهاش مزايده. اما نتكلم على النهارده غياب رئيس نادي او غياب مسؤول او غياب حد عن عزاء عنده ظروف، مش حزايد النهارده على علاقه محمود طاهر بصالح سليم، ولا علاقه محمود طاهر بطارق سليم الله يرحمه. يعني انا مش كل احتفاظ طبعا بالالقاب، دي رموز من رموز النادي الاهلي واكبر بكتير جدا من ان احنا نقول يعني كابتن او لقب، ولكن مش هنزايد في الحته دي. معروف الناس دي ايه، معروف علاقتها ببعض ايه، معروف الوضع ايه. فارجو بس من اللي بيكتب وبيكتب خبر ما عندوش خلفيه قوي عن التاريخ، يعني يتريث شويه ويقرا، وان الحاجات دي ما فيهاش كده. يعني الازمات والمشاكل ما فيهاش ان احنا نقعد نخترع قصص ونعمل افلام ونقول حاجه. يعني دي وجهه نظري. طبعا نادي الزمالك امبارح بعد درع الدوري زي ما انتم شفتوا في موقف حضاري جدا من مرتضى منصور، بعت مجموعه كبيره من نجوم نادي الزمالك لنجوم النادي الاهلي، اعتقد هيكون فيها حسابات في المستقبل. الموقف ده كبيره جدا. زي ما بقول لكم علاقه الهدوء ما بين الاهلي والزمالك في الاخر هتوفر فلوس كتير جدا على الاهلي والزمالك، وهتعمل نجاحات كبيره للزمالك والاهلي طول ما هم حاطين ايديهم في ايدين بعض. الامور هتمشي. محمود طاهر بطبيعته راجل هادي جدا، مرتضى منصور بيجيد الافيهات دي، بيجيد الطلعات دي، بيجيد ان هو يعمل علاقات طيبه، وما عندوش مانع ان هو يروح ومحمود طاهر يجي الزمالك ويقعدوا ويفتحوا صفحات جديده. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده يكون موجود. طبعا انتهت بالفعل ازمه الكابتن حسام حسن الحمد لله باذن الله، ومكمل مع النادي المصري، وانتهت يعني الازمه بخلافاتها بقصصها بمواضيعها. يعني انا برضو الحقيقه بوجه نداء لكل الناس، يا جماعه خلاص كفايه كفايه حديث. ممكن يكون في ظلم من هنا، ممكن تكون في قصه سنه زياده من هنا، ممكن تكون في سنه زياده من هنا، ممكن يكون الفعل كان غلط زي ما قال كابتن حسام حسن معايا ورد الفعل كمان غلط.
يعني يظل حسام ابراهيم قيمه وقامه كبيره. النادي المصري سمير حلبيه كان ليه الحقيقه موقف مشرف جدا. احنا كرياضيين قدمنا اعتذارنا عن سوء التفاهم، قدمنا اعتذارنا لوزاره الداخليه، للراجل اللي كان عنده المشكله او الازمه. اعتقد انتهت الازمه بالفعل وخلاص، مش عايزين نقعد بقى نزود فيها. برضو ليها كان كابتن حسام قال لي ان كان برضو في عدد من الجمهور كان اتاخد، كان متظاهر وكان عنده قصه مع القانون، وكان العدد ده كان فيه كابتن ابراهيم المصري. كابتن ابراهيم المصري طبعا نجم من نجوم بورسعيد، وكان اتاخد في ناس طلعت، ولكن في حكم طلع على كابتن ابراهيم المصري، واعتقد حصل مشكله او اترحل. برضو كان يعني كان اسم الاستاذ محمد ياسين نائب رئيس لجنه الفروع في اتحاد الكوره، كان برضو اعتقد في خلافات قديمه قضيه، فقالوا ان محمد ياسين برضو كان ليه دور او في مشكله الكابتن ابراهيم مصري. انا مش عارف الحقيقه تفاصيلها، نروح للاستاذ محمد ياسين ونعرف منه الموضوع بالتفصيل. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مسا عليك ومسا على كل مشاهدينك الكرام. بحييك يا فندم ووحشني، واخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا كمان بحييك، وانت عارف انا بحترمك جدا، وانت حضرتك وحشني كتير جدا. ربنا يخليك استاذ محمد. يعني اسمك برضو في ازمه الكابتن ابراهيم مصري، وقال له ان انت كان في خلاف، كان في قضيه، انت ورا الموضوع، ما اعرفش انت بقى ليك علاقه بالموضوع، وضح لنا الدنيا يعني. اسمح لي ثلاث دقائق بالظبط ولا كتير؟ اتفضل، تحت امرك. ربنا يخليك. طبعا انا يعني طبعا انا اول عايز اعرف حاجه للناس، كل المشاهدين واهلي في بورسعيد ومحب الكابتن ابراهيم المصري اللي انا ربطني بيه علاقه طيبه جدا. من سنه 99 ما كانش في اي ازمه بيني وبين الكابتن ابراهيم. الكابتن كان نجم كبير، لعب في النادي المصري وكابتن ومنتخب مصر، وانا كنت وقتها مراسل كده في الاهرام. طب كنت بتشرف طبعا انا مراسل في الاهرام، وكنت عضو مجلس اداره منطقه بورسعيد. الحقيقه ان انا كنت بدات الحادثه، انا مروح حوالي الساعه 3 بالليل لبيتي، وبعدين بنزل من العربيه، فوجئت بناس بتقول لي انت محمد ياسين. انا طبعا خضه يعني، ربنا يزورها لحد، سيوف سيوف وطق في راسي 20 غرزه، وفي خدي 15 غرزه، وفي دراع اليمين قول يعني 20 30 غرزه، وفي رجلي 35 غرزه. المهم كنت طبعا في حاله صعبه جدا، اتنقلت للمستشفى، كنت في حاله صعبه جدا من الحياه والموت. فوجئت طبعا ان انا من خارج من العمليات 6 ساعات، قطع في الاوتار والاعصاب في ايدي، كل الكلام دوت انا ما اعرفش اي حاجه خالص. فوجئت بالمباحث كلها عندي في الغرفه. بعد شويه ايه اللي حصل؟ قلت له والله ده في ناس ما اعرفهمش طلعوا عليا، 2 ضربوني ما اعرفهمش. تحريات المباحث، الحكايه، الروايه، الدنيا خدت شكل كبير جدا. فوجئت بعد 3 4 ايام المباحث جايه لي المستشفى بتقول لي لو سمحت احنا عارفين حالتك صعبه جدا، بس هناخدك 3 دقائق المديريه لحاجه معينه. قلت له ماشي. هم شايليني طبعا وانا في حاله صعبه جدا. رحت مديريه الامن امام مدير الامن ومدير مباحث، فجأة قال لي في ناس هتخش عليك، شوف هم ولا مش هم الاشكال دي. قلت يا رب استر يا رب ما يكونش الدنيا يعني هم، لسه برفع راسي كده كنت بقول له سامحنا احنا اللي ضربناك. طيب روحوا ربنا يصلح حالكم وسلام عليكم. تحريات المباحث، اعترافات في الاسم، اعترافات ان احنا جبنا الكابتن ابراهيم المصري وشخص اخر موجود معاه، بيدونا فلوس ويحرضونا ان احنا نضرب الصحفي محمد ياسين لان في خلافات معاه والحكايه والروايه. وبعدين احنا رفضنا، وبعدين رحنا للجزار جبنا حتتين سنجتين كده، وبعدين هم سافروا. كان ساعتها الشخص الثاني رئيس بعثة للنادي المصري، كان امين صندوق النادي. وبعدين الكابتن ابراهيم المصري ادونا ضرورات واحنا عند الملعب، وهم رايحين السودان في ماتش في افريقيا، وكلمونا من السودان، وكل دي كلام في المحضر. ما اعرفش حاجه، ما اعرفش حاجه. شويه وبعدين اتلقيت راحوا النيابه قبضوا عليهم، قالوا ان الحكايه فلان وكذا. المباحث عملت ضبط واحضار للكابتن ابراهيم والشخص الثاني، وتم حبسهم 4 ايام. وانا قبل 4 ايام يا كابتن سيف خدت بعضي ورحت ضغوط كتيره جدا من بورسعيد وحبايبي، وطبعا ناس محترمه جدا زي المهندس هاني اخويا الكبير ضغط، قال لي لازم تروح تتنازل. وخدت بعضي ورحت النيابه، القاضي الوكيل رئيس النيابه قال لي روح، وهم قعدوا 15 يوم ورفض ان انا اكون موجود اصلا. اتحالت للجنايات، بعد سنه الطب الشرعي كتب ان انا عندي عاهه منتدمه وعجز 15% في ايدي وفي ذراعي وفي ساقي الشمال، في عجز في قط او الكلام ده. المهم اتحرك للجنايات، بعد سنه اتحكم عليهم ب3 سنين حكم، هم موجودين في المحكمه حضوري وباعترافات المتهمين امام القاضي، قال لهم مين اللي ضرب. بعد تحريات المباحث والنيابه واعترافاتهم في النيابه والمباحث قدام القاضي، قالوا الكابتن، هم في المحكمه في القفص يعني الاربعه، قال له الكابتن والحد. فوجئت انا بعد اترحلوا لسجن ابو زعبل، قعدوا 1 أو 2، اتعمل استشكال طلبوني. طبعا برضو يعني حد انا عزيز عليا جدا وهو معروف للناس كلها في مصر، وقال تاني قال لي روح اتنازل عشان اهاليهم، قلت له حاضر. ورحت اتنازلت بالشهر العقاري، موثق في الشهر العقاري
امام دايره الجنايات اللي حكمت عليهم وخرجوا القرار كان كالتالي. سمعنا كابتن؟ سمعك سمعك يا سيدي. وقف تنفيذ الحكم لنفس الدايره مطلعاه، يعني هم المحامين بتوعهم بيقولوا لهم عايزين اي حاجه بس نخرجوا للدايره كلها. قال لك طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين نخرج. حاضر. وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في محكمه النقض. خرجوا ما تابعوش القضيه هم، ولا مشوا وراها، ولا راحوا محكمه النقض، ولا سالوا. بعد 9 سنين المحكمه ايدت الحكم، وهي محكمه النقض. وبناء عليه بعد كم سنه جولي برضو الشرف الطرف الثاني، وهو صديق عزيز عليا، وقال لي معلش ممكن تعمل التماس. عملت له التماس عند النائب العام في 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 مصر، ورحت محكمه النقض، وقفت امام محكمه النقض بالظبط كده. قالوا لي كالتالي يا كابتن زين، مين اللي جابك هنا؟ قلت لهم انا جيت. قالوا لي لا سمحت، انت مالكش انك تيجي هنا خالص، وتفضل، ده حكم الدوله، حق الدوله. انت تنازلت عن حقك المدني اللي محكمة الجنايات حكمه لك، وهو حكم مدني لصالحي 2001 على سبيل التعويض. طب معلش خدني واحده واحده بس، عشان الناس. حتى هذه اللحظه فوجئت من اسبوع ان خبر القاء القبض على الكابتن ابراهيم المصري. طبعا ده احزنني كتير جدا، لان ابراهيم النهارده غير من 15 سنه بقى عنده اسره محترمه، عنده اولاد كبرت. تمام. انت دلوقتي هو الكابتن ابراهيم كانت المشكله في في موقف الكابتن حسام حسن لما كان عامل الوقفه، صح؟ والله الحقيقه دي انا ما اقدرش احددها، اللي يقدر يحددها البحث الجنائي، انا ما اعرفش خالص، ولا او مديريه الامن او رجال الشرطه، انا ما اعرفش خالص. انا اللي انا عرفته ان الكابتن القي القبض عليه، ومش عارف ايه الموضوع بالظبط. وبناء عليه بقولها من خلال حضرتك، انا لو في اي حاجه قدام الناس كلها في مصر او سامعاني، لو في اي حاجه في ايدي، انا لازم اتاخر عشان خاطر اسره الكابتن ابراهيم واسره الاستاذ محمد. ولادهم كبرت وما عادش ينفع، وانا مش هستفاد اي حاجه بالكلام ده كله. لكن انا الناس تبقى فاهمه، عشان في ناس بتزايد في بورسعيد كتير ومعروفين وبيزايدوا، هم عارفين الحقيقه، وبرضه فيهم ناس للاسف بيقال ان هم علمين، وهم مش علمين اصلا، بيشتغلوا في جهات ثانيه. فبقول لهم من هنا بلاش مزايده، انا راجل بتعاملت قدام القاضي، قلت له ربنا بيعفي والعفو عند المقدره، رغم الاصابه لحد دلوقتي في رجلي، انا عندي قطع في العصب والاوتار وفي ايدي وفي رجلي، ومع ذلك ما فيش اي مشكله. وابنائي بناتي الاثنين اللي كان عندهم سنه وثلاث سنين، جهينه ولجينه، شافوني، وكان زمانهم دلوقتي متيتمين، يعني زي ما قالوا. طب انت تنازلك، انت ناسين لو اتنازلت للكابتن ابراهيم المصري يطلع، ولا الموضوع مش تنازل؟ والله منه. انا قلت لحضرتك امام العالم كله اهو، والناس كلها بتشوف، لو في اي حاجه من خلال القانونيين واساتذه القانون، انا لن اتاخر. ولكن انا عايز اعرف الناس اللي بتقول النقض النقض، انا عملت نقض النقض من غير ما هو يعرف. اللي يعرف الكلام ده الاستاذ محمد خليل. انا رحت محكمه النقض، والكابتن ابراهيم ما كانش يعرف الكلام ده، ورحت وقفت قدام 7 قضاة وقلت لهم، قالوا لي ايه اللي جايبك هنا؟ اتفضل، ده مش حقك، اتفضل. لدرجه ان انا حسيت ان انا متهم ساعتها، وانا واقف قدام 7 قضاة. فانا لو في اي حاجه، عشان كل اهل بورسعيد ومحدش يزايد، انا ما فيش اي حاجه، لو في حاجه في ايدي انا تحت امر الناس كلها. بشكرك استاذ محمد ياسين، بشكرك شكرا جزيلا. واعتقد ان هو الراجل يعني ابدى موقف. انا مش عارف الحقيقه قصه الكابتن ابراهيم المصري ايه، ولكن انا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان ازمته تنتهي على خير. اتمنى لاسرته ان شاء الله باذن الله ان هو يرجع بالسلامه، حتى لو في خلاف. يعني كان استاذ محمد ياسين هو الراجل ممكن يروح يتنازل، معرفش بقى برضو. يعني المفروض الحقيقه يعني الاستاذ سمير حلبيه او مسؤول النادي المصري يتابعوا برضو ابراهيم المصري، نجم من نجوم النادي المصري، ويتابعوا الشكل القانوني معاه، ويشوف اسرته. حتى لو تتواصل معانا محتاجين مننا اي حاجه، هو محمد ياسين ما عندوش مشكله ان هو يتنازل لو في اي قصه. هل التنازل ده يطلع ما يطلعش؟ يعني اي حد في الـ في الـ في, الـ في الوسط الرياضي لازم الناس تبقى في ظهره، لازم الناس تبقى موجوده معاه. حتى هو لو كان موجود في موقف الكابتن حسام حسن، او بيعبر عن حاجه وده ليها مثلا شكل غير قانوني، يبقى ليها موقف تاني. انا مش عايز الحقيقه الفتره اللي فاتت، احنا لما نيجي نتكلم في اي موقف انا بتكلم فيه بقول ان احنا بنتمنى، ولكن لو في حاجه غلط ضد القانون ما بنقدرش نتكلم، لان القانون في النهايه بيحكمنا كلنا. حتى لو غلط، حتى لو حد بيطلع يقول غلط وبيعتذر وبيكون موقف مثلا تصرف في ساعتها، بس ما نقدرش ان احنا نعترض على القانون، لان القانون هو اللي وقف مصر، القانون هو اللي مخلينا الحقيقه ماشيين في مصر رافعين راسنا، القضاء العادل هو اللي كل الناس بتشهد بيه. وعجبني جدا الكابتن حسام حسن في عز ازمته، يعني اما طلع قال ان انا اتاكدت ان مصر فيها قضاء عادل، ان مصر فيها قضاء شامخ، ان الناس تبقى مطمنه. في النهايه يعني القاضي المصري ليه الحقيقه سمعه كبيره جدا جدا جدا، وده الحقيقه الجهات اللي موقفه مصر على رجليها، الجيش والشرطه والقضاء، يعني الناس دي الحقيقه
مجهود كبير جدا، وكل يوم في الشرطة بيستشهد واحد، وكل يوم يعني بيصيب واحد، وعنده أسرة. ولسه شفنا رئيس مباحث في الفيوم، يعني شاب الحياة زي الورد، وأكيد عنده أسرته، وأكيد الناس دي عندها عائلات. اتمنى لها إن شاء الله بإذن الله أن يعني ربنا كده يعني يجعلهم إن شاء الله بإذن الله كلهم شهداء، وربنا يعني يحمي اللي موجودين، والبلد تعدي إن شاء الله بإذن الله على خير. الزمالك بيضم دونجا فتحي ومسعد من المقصة. زي ما قلت لكم الزمالك عنده لحد دلوقتي 9 صفقات، واعتقد ان هو رايح لحد الصفقة ال11، وان شاء الله باذن الله. ايضا الاهلي برضو عنده صفقات حيأيدها افريقيا، محمد الشناوي حارس بتروجيت، مروان محسن نجم نادي الاسماعيلي، ونبيل معلول ايضا في الطريق، وفي راس حربة ايضا مفاجأة في الطريق. الزمالك برضو في كلام على عمرو طارق اللي هو مضى للاسماعيلي، ولكن هل الكلام مفتوح مع العميد محمد ابو السعود؟ فسخ عقده مع الاسماعيلي وراح امبي، هنشوف. اعتقد الصفقات هتبدأ راحة جاية، ولكن اتمنى العلاقات ما بين الاندية ومسؤول الاندية ورؤساء الاندية تفضل كويسة، لان ساعات بتبقى الموضوع اللعيب يمضي في ناديين، وتبقى الخلافات ما بين الادارات، وهو ده اللي ما بنحبوش. محمد ناصف خلاص بالفعل خلص للاسماعيلي، واسامه ابراهيم برضو خلاص خلص للزمالك، انا اسف، ناصف واسامه ابراهيم. استانلي طالبين 6 مليون جنيه وادي دجله، ويعني هنشوف الموضوع، رهن الانتظار. ايضا اوباما لسه الموضوع مش واضح، هل اوباما خلاص هيلغي الزمالك عارته؟ هل هيرجع؟ هل مكمل في الاتحاد؟ مش عايزين نقرص في الموضوع ده. الله يكون في عون اوباما، رايح على ماتش الكاس مع الزمالك، ولربما ان هو يعني يكون ماتش يرجعه ما يرجعوش. طبعا انا عايز الجمهور يبقى عنده وعي وثقافه. اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للزمالك والاتحاد السكندري، الافضل هو اللي يكسب. اتمنى التوفيق لاوباما بالذات، لانه لاعب محترف في نادي الاتحاد السكندري، يلعب بشرف ويلعب باخلاص. اتمنى من جمهور نادي الزمالك ومسؤول نادي الزمالك ان يتفهم ان الولد هناك وبيلعب كمحترف او كملتزم، نفس اللي حصل مع اسلام جمال. اسلام جمال الدنيا قامت عليه في نادي الزمالك، ما عادتش محط الجون، هو في النهايه كان لعيب في نادي الزمالك، نادي الزمالك هو اللي طلعه ويلعب اعاره في نادي الاسماعيلي، فالولد بيأدي لحد اخر دقيقه. اوباما برضو نفس القصه، احنا بس بنقول عشان اشيل من على الولد، عشان لو في اي حاجه يوميها ولا حصل اي حاجه ولا قصه، ده ما يكونش ليه اي علاقه برجوع اوباما نادي الزمالك ولا لا. اوباما فرده كبيره جدا، وتفرق ان شاء الله باذن الله مع نادي الزمالك بشكل كبير، ومستقبل كمان، سنه صغير وجاي بشكل ان شاء الله باذن الله رائع. كوفي، جبر، محمد ابراهيم وطارق حامد هيغيبوا عن لقاء سان داونز في لقاء العوده. معنا لقاء مع محمد ابراهيم، مهيب عبد الهادي كان هناك امبارح وكان في زياره ليه، واعتقد ان هو انتزع كلمتين من يعني داخل غرفه العمليات. نشوف كده محمد ابراهيم قال ايه المهيب، ونرجع لكم تاني. وان شاء الله تبقى الف سلامه وترجع احسن من الاول، واحكي لنا قصتك ايه اللي حصل. لا تمام الحمد لله، بجد الله مش عارف طب الحمد لله طبعا، بشكر الناس كلها اللي جات لي وتعبوا معايا والمجهود اللي عملوا معايا، الحمد لله قدر الله مش عارف نصيب، وان شاء الله دايما المؤمن مصاب، وان شاء الله تكون حاجه بسيطه كده وتعدي على خير باذن الله. حاجه كبيره جدا، الناس كلها كانوا اهلاويه زملكاويه، كانوا يعني قلقانين عليك وعايزين يطمنوا عليك.
والله الحقيقة خفيفة عليا قوي اللي الناس عملوه امبارح، اللي هم امبارح في نفس الوقت الناس عمالة تكلمني ويبعتولي ومبقتش عارف ارد على مين والله ولا مين، فانا بتأسف الناس كلها ما قدرتش ارد عليها والله كان غصب عني، بس الحمد لله الحمد لله خير يعني ان شاء الله، وربنا يجيبها بخير ان شاء الله وبالسلامة باذن الله. السلام عليكم وتطلع بقى لينا لقاء ان شاء الله. بشكر طبعا الزميل مهيب عبد الهادي، ده لقاء مع محمد ابراهيم اول ما خرج من العمليات، نتمنى له ان شاء الله باذن الله الشفاء ويرجع ويتالق قد الاول 20 مره ان شاء الله باذن الله. محمد لعيب كبير ولعيب محترم ومهذب ان شاء الله باذن الله، ونبلغ يعني كل سلاماتنا ليه ولاسرته ولزوجته وكل اللعيبه اللي زاروه امبارح ومجموعه كبيره من النجوم، نتمنى ان شاء الله باذن الله يقوم بالسلامه. يعني لقاءات الكاس خلاص، نادي الزمالك هيلعب الاتحاد السكندري في استاد برج العرب، طب الاهلي هيلعب فين، المواعيد ايه، هيخلص الدوري امتى، السوبر امتى. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، مساء الخير حاج عامر. مساء الخير يا كابتن سيف، وحشني حاج عامر، ازي حضرتك؟ الله يخليك، ازي حضرتك وبشكرك دايما كده على وقوفك معايا ومع اللجنه. حبيبي يا حاج عامر، في المشوار كله الحمد لله. ازاي تستاهل الحقيقه كل اشاده، ويعني توليت في ظروف صعبه جدا، والله يكون في عونك. الله يخليك يا كابتن سيف، وان شاء الله باذن الله موجود السنه الجايه رئيس لجنه المسابقات على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب يعني طمني بقى، احنا خلاص يعني الزمالك والاتحاد في برج العرب صح؟ الحمد لله النهارده الموافقه جت بتاعت الامانه العامه، يعني ما بنقدرش نعلن طبعا بشكل نهائي لما تيجي الموافقات كلها، فالامانه العامه ما بتاخدش مننا الطلب الا لما تيجي الموافقه الداخليه الاول عشان نبعتها، وبعدها بيجي بيبعتوا لنا هم الموافقه، فالموافقه وصلت النهارده الساعه 3 الحمد لله. يعني الاهلي هيلعب فين يا حاج عامر؟ الاهلي وسوحه برضه هيبقى نفس الوضع، لان انا ما بقدرش دلوقتي اعلن الا لما بتيجي الموافقات، انما غالبا هيبقى في اسكندريه ان شاء الله. هيبقى في اسكندريه برج العرب ولا استاد اسكندريه؟ ما اقدرش احدد لما اجيب الموافقات يا كابتن سيف. الموقف الاخير ممكن يعمل مشكله في برج العرب ولا عدى؟ لا الموقف الاخير ده بيبقى في المباراه اللي بالجمهور الحقيقه، يعني المباراه اللي بالجمهور هي اللي بتعمل مشكله للامن هنا. مع امن اسكندريه، انما المباراه من غير جمهور ما فيهاش مشكله ان شاء الله، خاصه ان النادي الاهلي بيدفع كل الفلوس التلفيات دي، يعني كل مباراه انا اعرف الاهلي بيدفع من 300,000 ل 400,000. يا نهار ابيض. يعني الجمهور الحقيقه بيحملهم حقيقه فوق طاقتهم، يمكن ما بيطلعوش يشتكوا، انما انا عارف المبالغ ايه اللي بتطلع للكراسي والوقوف على الكراسي ديت، الشاشات بتاعت الكراسي بتتكسر، انا عارف ان التلفيات بتبقى كثيره جدا، فالمدرج اللي خلف المرمى طبعا اتدمر على الاخر، يعني اللي هم كانوا عايزين فيه ربنا يعديها. ممكن يا حاج عامر تديني مواعيد بقى، يعني دلوقتي الاهلي هيلعب 1/8، الاهلي ان شاء الله يوم 1/8 مع سموحه، بعد كده مع سموحه ان شاء الله كويس، بعد كده يوم 3 الفائز من الزمالك، الفائز من الزمالك والاتحاد مع الاسماعيلي كويس، والاهلي بقى يوم 4 مباراة الاهلي، الفائز من الاهلي وسموحه مع انبي تمام، والنهائي النهائي يوم 8 ان شاء الله، يوم 8/7 وكل المباريات 8:30 ان شاء الله، كل المباريات 8:30 والسوبر يوم 15. السوبر احنا كنا محددين مع جهاز مستر كوبر والجهاز من 2.5 شهر على يوم 18، لان ده كان الميعاد الوحيد اللي فاضي فيه ان بين الزمالك والاهلي، ان بين المباريات الافريقيه اللي بينهم ده الوحيد اللي مضمون، وكان بدايه الدوري يوم 26. اللي انا حاسه من العميد ثروت ان هو في يعني تصور ثاني ان عايزين ياجلوا البدايه، فطبعا لسه هقعد مع العميد ثروت. ياجلوها كام، ل 5/9 يا حاج عامر؟ المواعيد مش سهله كده يا كابتن سيف، لان يعني في ناس قالت مواعيد 15 سبتمبر وفي قالوا 11 سبتمبر، 5/9 في مباراه مصر والجنوب افريقيا، المباراه الوديه يوم 6 في جنوب افريقيا، فطبعا ما ينفعش 5/9، وفي يوم 30 ماتش مصر برضه حاج عامر، ويوم 30 مع غينيا، والمنتخب عايز يتجمع يوم 26، وبعدين يجي يوم بعد المباراه بتاعت جنوب افريقيا في يوم 10
الوقفه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. يعني توقع حضرتك الدوري افضل معاد يبدا فيه يوم 11 العيد؟ ما عشان كده انا بدرس من جديد يا كابتن شيف، لان هم بدرس من جديد الموضوع، ان الموضوع مش سهل زي ما الناس بتتصور بيحطوا اي معاد وما يعرفوش الارتباطات الموجوده ايه، لان في فرق هتوصل خاصه النادي الزمالكي احتمالاته كبير ان شاء الله ان هو يوصل دور قبل النهائي في بطوله افريقيا، فهيبقى مرتبط، لما يبقى مرتبط يبقى وصل لمباراه السوبر يبقى مش هنقدر نلعب. وهم السنه اللي فاتت لو تفتكر حضرتك انا كنت طالب ان السوبر يتلعب منه الدورين والناس كلها رفضت ان دوت مباراه السوبر عشان تبدا قبل المسابقه ممكن تاخر لك الدوري كله. يعني احنا ممكن نبدا الدوري ونلعب السوبر بين الدورين، دي هتوفر معانا وقت اقدر احدد الميعاد بشكل نهائي، انما دلوقتي انا ما اعرفش مين هيلعب السوبر ومين هيوصل قبل نهائي افريقيا عشان هيبقى مشارك في السوبر ولا لا، فممكن ناخر الدوري كله عشان خاطر المباراه. يعني هي يعني تركيبه غريبه يا كابتن سيف، مش سهله، مشكله. فان شاء الله طبعا المباراه واحده، يعني الاهلي احنا عارفين هيلعب في السوبر خلاص، فالطرف الثاني مين؟ لو الزمالك، الزمالك عنده ارتباطات على الدور قبل النهائي، لو الزمالك هو اللي وصل فهنضطر ان نقعد بقى ناخر الدوري عشان خاطر المباراه بتاعت السوبر، بعدين يقول لك اصل الشركه بتقول ان لازم قبل بدايه الدوري، الشركه ما تقولش، الشركه ليها مباراه سوبر، في ايطاليا قبل كده لعبوا بين الدورين مباراه السوبر، يعني في دول ما بتلعبهاش بدايه الموسم. ان شاء الله باذن الله يعني تقعد بكره كده والامور تمشي بشكل طيب ان شاء الله يا حاج عمرو. خاصة الموسم ده لازم يبقى الناس عارفة انه هيبقى يعني كل مواسم صعبة بس ده أصعب شوية عشان كأس الأمم، في الأمم الأفريقية وفي عايزين ياخدوا مساحة كبيرة المنتخب قبلها. والحقيقة أنا لو كان المباراتين بس كانوا ساعدوني شوية في المنتخب، بدل مباراتين يوم 30 ومباراة يوم 6، يعني لو اتعملوا في 3 أيام كانت ساعدتنا كتير. إنما تخلص يوم 6 عشان يرجعوا من جنوب أفريقيا تخش على العيد الكبير والناس تقول لك وقفة عرفات هتلعبوا في العيد الكبير، يعني حبكت تخش بعد كده نلاقي الانديه بتلعب دور قبل النهائي في افريقيا فعطل لك مباراه السوبر، فهي تركيبه واحده كلها. يعني فنتمنى ان شاء الله يعني نختار الاختيار الصح ان شاء الله قدر الامكان. يا رب ان شاء الله، اتمنى لك كل التوفيق يا حاج عامر ان شاء الله. الله يخليك، بشكرك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا للحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات ومجهود كبير الحقيقه، والله يكون في عونه. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا زي ما قلت لكم في انديه المظاليم او الانديه اللي عندها دايما ازمات ومشاكل، ايضا في الفقره الثانيه هيكون معانا نجوم نادي الزمالك، يعني الصفقات الجديده لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، برضه هنتكلم معاهم حديث كبير سعد حسني ودونجا واحدث صفقات لنادي الزمالك، واكيد رحيم بطموحات ولكن اكيد رحيم برعب برضه، تجارب شاف احمد الشيخ في الاهلي والامور عامله ازاي، ايضا في تجارب ثانيه باسم مرسي لما راح الزمالك، يعني في كده وفي كده، فكل واحد رايح السنه دي عايز يثبت انا فرده تقيله واقفه على رجلي، هنعرف الموضوع منهم. اطلع الاول للفقره الثانيه وضيوفي ونجومي النهارده استاذ مجدي سيد نائب رئيس لجنه مسابقات القسم الثاني، استاذ محمد عبد اللطيف محمود عضو مجلس اداره مجلس شباب الفش القشن بني سويف، والاستاذ مصطفى احمد ضو عضو مجلس اداره نادي انا، وازماتهم مشاكلهم حلولها بعد الفاصل. مستر فييرا المدير الفني الجديد لنادي سموحه، مستر فييرا طبعا برحب بيك، كلاكيت ثالث مره، اسماعيلي زمالك سموحه. شكرا كثير، السلام عليكم. اول انا خيبه كثير، ارجع المصري مصر نفس البلد، انا دخل البيت ما في مشكله، انا خيبه كثير الهيمة نادي سموحه ان شاء الله البطوله يجي 2016 2017 يلعب كويس يجيب الفريق الفوق ان شاء الله. هل اتعرفت على اللعيبه كويس نجوم الفريق؟ 100% تمام 100%، انا ما اعرف لعيبه ما في فرصه انا ساين لاكت مع النادي صح؟ تمام انا عارف، انا اشوف المباراه كل مباراه البطوله المصري، انا قابل انا مدرب النادي اسماعيلي اسماعيلي ان بعد كل سنة أنا أشوف البطولة في التلفزيون، كل الحين في تقريبا 20 سنة أنا أشوف البطولة المصري،
انا قابل مدرب مع منتخب المغرب، لعب مع مصر الكاس العالم 86، انا عارف الكره تكلم مصريه. اكيد المهندس محمد فرج عامر عنده طموح للبطوله، يعني المباراه القادمه امام النادي الاهلي في كاس مصر، شايف المباراه ازاي؟ المباراة قوية، مباراة قوية، كل عارف نادي الأهلي الفريق كبير، نادي كبير في اسمية كبير الأفريقية العربية، المباراة هنا داخل الملعب، في فريق كبير كتير 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 ناس كلام، بعدين داخل الملعب ملعب. هذا اليوم في اليوم في نادي لعب كويس، في اليوم ما لعب كويس، يشوف اليوم الواحد الثمانية يمكن فرصة نادي سموها والفرصة نادي أهلي، يشوف داخل الملعب يشوف. ولكن شايف الوقت كافي للاستعداد لحضرتك باللعيبة لهذه المباراة وأنت متحمل مسؤولية الإدارة الفنية لهذا اللقاء؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة، كل مدربين في مسؤولية، أنا مختلفين، انا عارف في المباراه نادي الاهلي هذا للبطوله 2015 2016، ماشي ما في مسؤوليه كوتش فييرا، ما كوتش فييرا ساين لاكت، كوتش فييرا يجي ياخذ الفريق يشوف يمكن فوز الحمد لله، ما في فوز هذا كره قدم، انا اشوف البطوله 2016 2017 بس. استقريت على الجهاز المعاون؟ ستاف كله تمام، في كابتن جوزي كوستا واحد المساعد مدربي، هو المدرب اللي كان نفس الشيء، هو صديق ان بعد 77 اوكي، انا عارف كثير، يا احمد سمير لا معنا كابتن معنا مع نادي الزمالك، سمير واحد لعيب الشكر معنا، طريق واحد كويس، هو ابيض كلين، أعطي الفرصة سمير، سمير لاعبين كبير في اسمية كبير داخل البلد، يريد فرصة نعطي الفرصة، شكرا معك مرحبا. أخيرا كان في أي شروط طلبها مستر فييرا من المهندس محمد فرج عامر للتواجد داخل سموحة؟ This is my life. I like what I'm doing. I'm going to die on the field, not in my home. That's all. بنتمنى لك التوفيق مع فريق سموحة وبإذن الله مباراة جيدة أمام النادي الأهلي. We wish good luck for سموحة and good luck for next match against الأهلي. إن شاء الله إن شاء الله. We are going to شكرا كتير شكرا كتير. هذا المباراة يجي مع الأهلي شكرا كتير. سموحة ما يروح داخل الملعب. يوقف داخل الملعب ما يشوك، لا لا في فايتين هذا اخر دقيقه ان شاء الله بالتوفيق. شكرا شكرا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملعب اليوم مع ضيوفنا ونجومنا النهارده الاستاذ مجدي سيد نائب رئيس لجنه المسابقات، شرفنا فنهم النهارده. اهلا بيك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. ايه السؤال الصعب ما قلتوليش؟ ما انا مش عايز اخليه بين هنا ده بعد كده نقوله للجمهور ليك انت. طيب هو سؤال محرج ولا ايه؟ لا حاجه خاصه عليك انت يعني. طيب ماشي. استاذ مصطفى احمد ضو عضو مجلس اداره نادي انا، مشرفنا فنهم النهارده. اهلا بيك يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله يا كابتن سيف. استاذ عبد اللطيف محمود عضو مجلس اداره شباب القشن بني سويف، مشرفنا فنهم النهارده. اهلا وسهلا يا كابتن سيف. محمد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف محمود. اخبار حضرتك ايه؟ كله الحمد لله تمام، شرفنا ومنورنا. تمام ربنا يخليك. لجنه مسابقات القسم الثاني ازمات كلها ومشاكل، وعلى طول الناس بتشتكي ومسافات بعيده ومجموعه واحده ومجموعتين وتكلفه وبيزودوا تكلفه على الناس. احنا مش بنزود تكلفه، احنا لو بصينا احنا كان نفسنا نتكلم في الحوارات دي بتاعت الكوره دي تاخد وقت اكتر في الاتحاد الكوره، ما يخش وقت الانتخابات واللجان ومش عارف، لا اللي ياخد وقت انت بتلعب ازاي في الدوري وكم فريق عشان يصعد الممتاز، وان احنا داخلين على دوري محترفين وعايزين كوره. الكوره يعني احنا كان ممكن مش كوره كتير في الاتحاد، مش بنتكلم كوره في الاتحاد كتير، انتخابات بس الاربع سنين، الاربع سنين انتخابات بس كده وقضايا. ما انت كنت واحد من الناس برضو كعضو مجلس اداره راجل محترم يعني، كان يعني يمكن ايه دايما بتتكلم، كنت تيجي عشان تتكلم في الملف بتاعك اللي يخصك وبتمشي، لكن يعني في ناس قاعده ما عندهاش وقت
غير ايه بنتكلم في ايه فلان مشى وفلان جا وفلان مين هيجي والانتخابات ونشيل فلان ونحط فلان. يعني في ناس عايزه تشتغل. انت او كنت باشمهندس ايهاب الهيطه، طب باشمهندس ايهاب الهيطه يمكن من الناس اللي واخده اكتر من ملف ما حد سمع بيها باي خلاف طبعا. يعني كان في هدوء، ده جمع الملفات كلها اخذها وروح بيها. بس خلي بالك والله يعني انت بتقول في حته خطيره جدا، وكان انا حزين جدا ان كابتن ايهاب الهيطه مش هيترشح في مجلس اداره الاتحاد. ما هو موجود بس انا كان في حاجه يا كابتن سيف، انت بتعمل كوادر رياضيه، كوادر مستقبليه، يعني بعد 10 سنين بعد 12 سنه او بعد فتره معينه ايهاب ده هيبقى رئيس اتحاد كوره، هيبقى من اكبر الكوادر. لا ده انا بقول في حاجه بعد فتره، مش عيب احنا نتكلم. هيقول لك انت بتهاجم كابتن هاني. يا عم مش بهاجم كابتن هاني، بس طبيعي على فكره كابتن هاني، لان زي ما كان عمل مع كابتن هاني معلش. هو انت بتخلص على ايهاب دلوقتي؟ كده لا 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 والله لا والمصحف لا والله انا مش بتكلم، انا له معزه كابتن هاني وكابتن حازم. ايهاب الهيطه ابن هاني مريده. لا ما انا عارف دي يعني، ما هو المتبنيه هو اللي هو انا غزه عشان محدش يفهمني غلط. كابتن حازم هستاذنكم فاصل سريع ونرجع تاني. فاصل سريع ونرجع تاني مع نجومنا داخل ملعب اليوم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملعب اليوم. اسال السؤال؟ اساله السؤال ليه كابتن سامي؟ معلش يعني هو النهارده يعني كده السؤال خطفني. لا والله انا يعني مع اني رديت عليه قبل الفاصل. لا يا كابتن انا عايز اقول للناس ان انا في معزه ليك انت زي ما قلت لك، زي معزه كابتن. انا هرد عليك. بص ليه انت مشيت من غير ليه سبت؟ انا هشرح لك، هقول لك نفس الاجابه هي هي. ساعات بتبقى قاعد على ترابيزه كويس، تحس ان انت كل الترابيزه ناس محترمه جدا افضل مني بكتير، وناس كلهم عظماء. تمام. ولكن تكوين الترابيزة في التوقيت ده في الأزمة دي الأمور صعبة، محتاجة توليفة تانية، محتاجة ترابيزة تانية. دي تمام. قناعاتك الشخصية تمام. فكان عندك حلين تقنع الناس اللي معاك إن في المرحلة دي لازم يا جماعة نجيب ناس تانية وناس تكون موجودة. صح. لا الناس ممكن تكون وجهة نظرها وهي تحترم، لا إحنا الأفضل. ففي التوقيت ده لازم انت تقييمك لنفسك. ثواني مصطفى عشان في حاجه حته التقييم ده انت في التوقيت ده لازم تقييمك لنفسك خلاص. طالما الناس شايفه ان هي تقدر وانت شايف ان القصه مستحيل انها تمشي، يبقى انت في التوقيت ده لازم بمنتهى الاحترام كده تنسحب بعلاقه محترمه جدا مع الجميع. طب هو السؤال تاني، في حاجه تاني برضو خلتنا في السؤال ده، هل الترابيزه دلوقتي هتختلف عن الاول؟ بل بالعكس، هي ترابيزه بس اللي هيختلف القائد. هل هي كانت في القائد؟ لان المجموعه اغلبيتها اللي انتوا اخترتوها ما طلعش الا منها 2-3 فاهمني، بس اللي جات دلوقتي يعني في شبه يمكن في ناس اكثر اختلافا. هقول لحضرتك، حد هنا ليه حاجه في السؤال ده؟ مره واحده كل الاحترام للاستاذ جمال علام. تمام. راجل عشيرته، راجل مهذب ومحترم وراجل نظيف. تمام. كويس. وراجل عنده رؤيه وعنده حاجات عايز ينفذها. انت بتقول لي الحكم على القائد. ما اقدرش ومن الظلم ان انا اقارن استاذ جمال علام بالكابتن سمير زاهر او الاستاذ جمال علام بالكابتن هاني ابو ريده. تمام. ما اقدرش اقارن خبرات 4 سنين بخبرات 20-30 سنه. صح. ما اقدرش. وجود سمير زاهر او هاني ابو ريده على راس قائمه، على راس مجموعه، ده لوحده بيحل مشكله. دي نمره واحد. زائد ان حضرتك النهارده بتيجي النهارده في قائمه فيها حازم الهواري، فيها احمد مجاهد، فيها كرم كردي، فيها حسن، انا خايف من القوه دي، فيها كابتن احمد شوبير. لما انا هقول لك بس فيها كابتن احمد شوبير، فيها حازم امام، فيها وائل جمعه، فيها مجاميع كتير جدا. كويس. كابتن احمد شوبير لسه ما قدمش يا فندم. كابتن احمد شوبير لسه ما قدمش لحد يعني ان شاء الله يعني بكره ان شاء الله باذن الله يكون موجود كابتن احمد. بس يعني قصدي ان انت فيها ناس اما تيجي برضو انت كانت مشكله عندك في مجلس الاوان، اما تيجي تتكلم في الكوره يقول لك ايه تفهموا في الكوره عشان تكلموا في الكوره. المجلس سليم رغم كلهم ناس محترمه جدا، الاداره غير انت اللي هتكون لعبت. خلي بالك انت المره دي معلش بس انت المره دي معاك من الخبرات الاداريه ومعاك من الكوادر الاداريه ومعاك من خبرات لعبه كوره ومعاك من الناس اللي داخله باحلام جديده ومعاك طموحات تامل في تطوير. زائد انت النهارده لما بتتكلم على هاني ابو ريده في التوقيت ده هو جاي بينفذ حلم 30 سنه طبعا. يعني ايه جاي بينفذ حلم؟ يعني مش جاي مفاجاه، مش سيف زاهر النهارده ترشح لرئيس اتحاد الكوره فنجح. لا ده هاني ابو ريده اللي هو كان المفروض يبقى رئيس اتحاد من زمان، من 20 سنه من فهو زمان. جاي النهارده اكيد النهارده هو جاي عنده احلام وطموحات، عنده فكر كبير، وحساب الناس هيكون معاه عسير، والناس كده لازم وحساب الناس هيكون معاه صعب. يعني الناس متوقعه ان هو هيجي، يعني انا عايز اقول لحضرتك برضه حاجه ثانيه، لا ده هو هيشتغل
هو وعد ان هو يشتغل شغل احترافي. وفي حاجه ثانيه الراجل ايه لما اخذك مصطفى ان الراجل ده خد تجارب من كتير من خبره كبيره من فتره دوليه وافريقيه. بعد كده الناس بتقول لك ما هو كان في الاتحاد الدولي اسم فات. لا ده هو لما يكون على الكرسي يبقى هو الراجل الاول وصاحب القرار الصح. ما فيش حد مش المشروع هيشيله هو عنده حسابات. بقول يا مصطفى هي في حاجه اتحملها الكابتن هاني ابو ريده الفتره اللي فاتت ودي يمكن انا بشكك فيها الاعلام. ليه؟ لان هي موضوع تصنيف مصر ان هي تطلع في المستوى الثاني مش المستوى الاول. تمام كابتن هاني ابو ريده اوريدي احنا لنا 3 سنين ما دخلناش كاس افريقيا تمام ودي كانت من ضمن النتائج اللي هي رجعتنا لورا. هي ليه الناس النهارده محمله كابتن هاني ابو ريده 3 دورات ليه الناس ليه الناس محمله كابتن هاني ابو ريده النتيجه السلبيه اللي حصلت؟ ده شغلنا شغل الفتره اللي عدت. هو الراجل مثلا قال لك لا ده صرح ان احنا طالعين في المستوى الاول. لا هو الراجل النهارده الاتحاد الدولي ليه معايير بيشتغل عليها مش ده الطبيعي؟ مش انا مثلا كراجل عضو مكتب تنفيذي واتحاد افريقي تمام هقول لا مصر هتطلع في التصنيف الاول هتطلع في التصنيف الاول. احنا ما نشيلش الراجل الذنب بالذنبه. هاني ابو ريده عمل حاجه مهمه جدا 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 الناس مش شايفاها لازم الناس تحسبها. هاني ابو ريده اشرف على المنتخب الاول تمام في وجود اتحاد كوره برئاسه الاستاذ جمال علام. حصل ودي صعبه قوي طبعا شديده صعبه. لازم لازم حقق حاجه برضه كابتن سيف ان احنا لينا 3 دورات ما دخلناش كاس افريقيا. دي مشكله طبعا بس في مجال الكوره اللي انا اتعلمته وشفته صعب. صعب ان واحد يجي يعني فاهم قصدي يشمر وينزل معاك ويشتغل وهو في كرسي اللي فوق صعب. بس حب البلد ليه فرض عليه ده. قصه بتبقى يعني انا بشوفها في الاهلي والزمالك وبتاع كل احترام لكل المسؤولين. اللي بيخرج نوعين، يا بيخرج ويتخانق من بره ويفضل يحدف بالطوب تمام. الناس اللي جوه ده اكيد يا بيخرج دي ناس منتظرهم على فكره ويكون شخصيه محترمه جدا زي كوادر فنيه كتير جدا وفجاه يختفي. طيب التزم الهدوء بس في انك انت تخرج وتدي وتكون موجود مد ايديك تدي خبراتك. هو ده الموضوع المهم جدا. ما ده اللي لازم كان يعمله الكابتن هاني. لازم كان يعمله في مكانه يا جماعه اللي جاي خوفا على البلد اللي هو عايش فيها يا كابتن مصطفى. هو قاعد برضه كابتن منجب عايزنك ان هو قاعد في كرسي مهم وعلامه ليه النهارده لما مصر تنافس في بطولات عالميه او كاس العالم اللي احنا بنحلم بيه دلوقتي. صح اول واحد هيفتخر بيه كابتن هاني. أيوة. انا النهارده كابتن لما اكون قاعد على ترابيزه وعلى كرسي تمام في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي هقول انا معايا فرقتي في كاس العالم. صح مش هقول فرقتي ليها 3 دورات ما دخلتش كاس افريقيا. استاذ محمد رايد طب سؤال يطرح نفسه. في ناس مستني اعضاء مجلس الاداره بعد ما يقفل باب الترشح بانها تقدم طعنات. طبعا الدوره اللي فاتت اتقدم طعنات للمهندس هاني ابو ريده وتم استبعاده على المهندس هاني ابو ريده. فالفتره اللي جايه دي ايه الحل في الناس اللي منتظره الطعنات او انتوا مستعدين لها؟ لا طب ما احنا مش مستعدين. احنا لسه في ناس هسن السكاكين زي ما بيقولوا او مستنيين تحدى بالطوب. انا عايز اسالك سؤال. انتوا مستعدين لها؟ انتوا دول مين؟ حضراتكم اللي هم مترشحين او القايم. لا انت مرشح ما حطيتش لائحه ولا درت يعني احنا بنتكلم باحترافيه شويه. انت حضرتك جاي اتحاد الكوره فتح الباب للترشح حضرتك جيت قدمت ورقك. وارد ان حضرتك تقدم وارد ان استاذ مصطفى يقدم وارد ان اي حد يقدم. هل النهارده حضرتك اما حضرتك بتقدم ما قدمت هتقعد تعدل اللائحه؟ هل حضرتك اما قدمت هتحط قانون؟ انت قدمت كمنافسه انتخابيه هو عندي شغل وعندي لجنه انتخابيه محترمه هتختار الورق بقى الطعن ايه والقانون ايه واللي يحصل ايه. انا بقالي 15 سنه انا بقالي 20 سنه في العمل العام. اخر 15 سنه وانا من عضو مجلس اداره في نادي الصيد لما رحت اتحاد الكوره مفيش دوره انتخابيه بنجح غير تاني يوم قضيه واقعد كل شهرين نستنى الجلسه نشوف المجلس هيتحل ولا لا. لا انتوا كونتوا كنا مره في نادي الصيد وكان معايا المهندس خالد عبد العزيز عضو مجلس اداره معايا جنبي واتحلنا والمهندس حسن صقر عين المجلس هو برضه كانت قضيه ما انتوا خلي بالك برضه المره دي في عور اللي هو اللي فات ده انتوا ما لكمش ذنب فيه اللي هو الانتخابات. ما هو اللي حل ليها ذنب انت مالك في النهايه مالكش ذنب. ما دي برضه انت مستني القانون. في ناس طول ما السفينه ماشيه وربنا كرمنا وخلاص يعني بدانا نفوق من الايام اللي فاتت دي برضه نفس السهريه برضه بداوا برضه يعرقلوا المسيره بتاعتكم يعني برضه الناس برضه ايه برضه يعني مش عايزين البلد تطلع قدام ليه مش عارف. هتطلع ان شاء الله باذن الله. في مشكله هتواجه المجلس الجديد. المنظومه الرياضيه في مصر محتاجه تصحيح شامل. لان بجد الكوره في مصر او مشتملات الرياضه في مصر في انحدار فيها غير عادي. اولا اقسام اللي هو القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث والرابع اللائحه مش مدي حق كل واحد. في اشياء غريبه بتحصل مع حضور سياده الرئيس النائب رئيس اللجنه القسم الثالث القسم الثاني الكابتن منجا طبعا مع احترامه
احنا النهارده القسم الثاني بقي ثلاث مجموعات. دي وجهه نظر 10 على 10. دي كوره في مصر. ادي له ما يهمكش. تمام. ما انا هو بتكلم معاه على فكره. كابتن منجا ده استاذي. وانا والكابتن منجا الشيخ ده استاذي وانا بفتخر بيه. النهارده القسم الثاني بقي ثلاث مجموعات. انت قارنت ثلاث مجموعات. ايه الدعم اللي انت هي فكره صحيحه ان النهارده ان انا العب 34 ماتش على مدى 6 7 شهور احسن ما العب شهرين ثلاثه وهقعد اللاعب عندي 6 شهور ينام في البيت ما بقيش لاعب كوره. ده ممكن يبقى 8 شهور. اوريدي انا معاك كابتن منجا في القصه دي. الامكانيات كدور مثلا الاتحاد او كدور الجهه الاداريه. ايوه. انت هتوفره ايه للناس دي؟ مفيش توفيق. دي مش عندنا. مش عندك. ماشي. ما انت لازم تكون مساعد معايا. لا بص انت كطرف في الرياضه في مصر. تمام. يعني هرد عليك. والاتحاد هيدعمني بيه. بص انا بتكلم في حته خطيره جدا. محدش بيدعم. وانا طلبت دي من الوزير. وكذلك القسم الثالث. يعني توجيهاتنا للوزير. يعني القسم الثالث برضه. ويا ريت انتوا. 18 فريق هنبقى مجموعه واحده. احنا كنا تسعه كنا تمن فرق الموسم اللي فات. عانينا مجلس الاداره كان كل واحد بيجيب من بيته. احنا الموسم اللي فات محدش اتبرع لنا باي حاجه خالص. ايه الورق اللي معاك ده؟ اللي الورق ده والله ده كتير. يعني مشاكل كتيره بنعانيها. مشاكل كتيره كل الانديه. بس المجلس ده والله كتر خيره ناس كانت بتجيب فلوس من بيتها عشان تصرف على الفريق. فبالتالي يعني الدور الاول حضرتك احنا جبنا 4 بونت. الدور الثاني مجلس الاداره اتجمع مع بعضيه. يا جماعه مش هينفع الكلام ده. مش حته خطيره اللي هي مهمه جدا. محمد بيرغ حاجتين. وجود مجلس اداره بقوه كابتن هاني ابو ريده. ثواني ثواني. يوفر لنا الراجل دلوقتي دخل في مشاكله. ما انا بكلم عليه. سيبنا من مجلس الاداره دلوقتي. لا عشان حاجه واحده. سيبك عشان مصطفى وده. لا ما هي الحل عندكم انتوا مع كابتن هاني باذن الله اللي انا واثق فيه. وطبعا الكلام ده انا حاسه فيه. احنا نعمل خير ان شاء الله. وفي يبقى فيه فلوس ان المباريات دي لازم تتباع القسم الثاني والقسم الاول. احنا عاوزين فعاليات كابتن منجا. دي مهمه جدا. ما تنتظرش ما تنتظرش ما تنتظرش الاعانات بتاعت الوزاره. لا ما بنتظرش الوزاره حضرتك. انتظر بيع. مش عايز اعانه. هو عايز حقه. انتظر بيع وتسويق المباريات. حلو. اوكي انا عاوز حقي. وانا هحكي القصه برضه بعد محمد ما خلص الكابتن سيف. ان انا فعلا جبت مستثمر للنادي. انا حضرتك ان انا اجيب مستثمر ياخد نادي جنا. نادي جنا مستثمر بقوه اكاديميه الفتى الحلم العربي. مع احترامي للاكاديميه المحترمه جدا هي كانت بتدعم نادي الشرقيه وساهمت في صعود نادي الشرقيه. تمام. انا اتكلمت كان بجهود بعض يعني بعض المسؤولين السياسيين زي المستشار زي النائب اشرف رشاد ومستقبل الوطن. الناس ساعدونا بكل دعمهم واقنعوا الاكاديميه فعلا ان هي تبدا توقيعها معانا. واتفقنا في اول بنود شغلنا. والنهارده عندي الفرقه ليها 15 يوم موجوده في القاره الاولمبيه في اسماعيليه. يعني مضيت خلاص. اوريدي انا خدت موافقه بروتوكول من المحافظ ان اوريدي احنا مش موافقين. النهارده الجهه الاداريه اللي هو يتمثل في سياده الوزير خالد عبد العزيز هو طبعا اوكي العقد بيتعرض والناس دي بتوافق. فاحنا كل اللي احنا حابينه في القصه دي ان انا نجحت. احنا حابين القصه دي تمشي لان القانون الجديد دلوقتي بيقول لك الاستثمار. طب ما انت سهل لي اجراءاتي. صح. عشان اشتغل استثمار. برافو عليك والله. تمام. انت سهل لي اجراءاتي انا عشان اشتغل استثمار. صح. انت بترمي لي استثمار وللاسف حاطط لي بنود بتعجزني. دي عرقله. تمام. انت بتخلي الجهه الاداريه فوقي. انا صاحب سوري في اللفظ مش انا. الجمعيه العموميه الموجوده هي صاحب المكان. صح. تمام. فالمجلس الاداره الموجود هي تشرف عليك بس. المجلس الاداره الموجود ده مش بياخد شيء بالعكس تعب من كل مرحله ان العمل العام زي ما انت عارف طبعا اسف بيه. القصه دي كلها ان انت اديني اجراءات ان انا اشتغل ان انا اطلع بالمكان ده للمرحله اللي انا شايف اقدر اطلع بيها. لكن انت حاطط لي بنود وعاوزنا اشتغل تحتيها. صعبه جدا صعبه جدا بكل المقاييس ان مجلس اداره جايه بيشيل العمل العام. وزي ما بيقول اخ محمد القصه دي ماشيه على جميع انديه القسم الثالث. كل الناس بتدفع من جوبها. صح. وكل الناس مش مستنيه حاجه من حد. كل الناس مستنيه ان انا دخلت انتخاب او جمعيه عموميه استشارتني عشان اخد الكرسي ده كامانه مش كمصلحه ولا استفاده منه لان المكان ما فيهوش. صح. مش هيدي بل العكس انت اللي لازم تدي المكان. ولو انت برضه يا سيب انت قلت حاجه انا حسيت نفسي في الاتحاد مش هدي فما حبيتش اكمل. فانا النهارده لما كنتش ان انا هدي المكان مش هفرح بالكرسي ان الكرسي يجي يوم وهقع من عليه. فانا امشي احسن بكرامتي وبصفتي ان انا عملت علامه في النادي يا اما ما كملش. صح. فهي المنطقه النهارده يا ريس ان احنا نبدا ماشي هيئه استثمار السيد الوزير قانون جديد. القانون الجديد احنا مش شايفين له اي ملامح لحد دلوقتي واللي احنا بالنادي بيه باقصى صوره ان هو لازم يطلع للنور. يعني يا ريت ما يقارنيش انا بانديه القسم الاول زي الاهلي والزمالك. تمام. لان الانديه دي عندها الاستثمار. معلش هو النهارده انا هقول لك على حاجه. انا اللاعب النهارده كان يعني اغلى لاعب عندي في القسم الثاني وكنت بنافس على 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 صعود الممتاز الف لاخر ماتش. كنت بنافس للصعود الممتاز الف لاخر ماتش. كان اعلى لاعب عندي عقده 15000 جنيه.
ببلاش اعلى 15000 جنيه ببلاش لو اي لاعب في نادي وينافس كان هيخش عارف كان يعني يا كابتن سيف مليون جنيه ممكن يخش المونتاج بص كنت هخش المونتاج والله على فكره ببلاش يعني انا القصه دي الحكام والقصه دي هنتكلم فيها لان انا سبب هبوطي كان ماتش من ضمن الماتشات يعني حكم مش حابب اذكر اسمه فهنفوضنا الامر ربنا الماتش ده كان هيفرق معايا كتير ماتش عمار راس غارب في غارب الماتش ده كنت انا بيه لو كنت انا فايز كنت انا مكان التعدين دلوقتي كنت مكان التعدين فالقصه أيوة. النهارده ان احنا بنتكلم في منظومه رياضيه عاوز اصلح في كل حاجه صارفين كام صرفت يعني انا اللي صرفه مش هيتعدى 300000 300000 وبنافس حضرتك انا اولا عقدي اعلى عقد عندي 15000 اللاعب بياخد عندي في الشهر حاجه اسمها بدل تمرين حضرتك 350 جنيه 350 جنيه يا سيد بيه لو حد قعد على قهوه مع جماعه اصحابه بيخلصها انا بشغل لاعب 6 ايام في الاسبوع بدي له 350 جنيه واخد بال حضرتك يعني كنت في مرحله ان انا بنحت في الصخر عشان ربنا كرمني بالمجلس المحترم اللي موجود دلوقتي عشان نحط اسم نادي هنا على الخريطه الرياضيه وقدرنا قدرنا ان احنا نخلي نادي هنا النهارده يعني النادي هنا ده من ايام الملك فاروق 1903 ايام الملك فاروق كان مسمينه نادي الملك فالنهارده لما اجي احط النادي في الموقع ده يبقى انا عملت انجاز كبير جدا طبعا وان انا النهارده بمساعده الناس اللي ساعدتني زي اشرف بيه رشاد والحزب بتاعه والناس دي ان هي النهارده تقنع مستثمر يجي ياخد النادي ده ان المستثمر ايا كان لي المكسب لا هاجي لك انا في الحته دي ما ليه مكسب بس انا هشرحها لك حضرتك احنا طبعا كمركز شباب الفاشن طبعا احنا بلد الكابتن ربيع ياسين كابتن مصر والنادي الاهلي فحضرتك عندنا مواهب كتير بسم الله ما شاء الله يعني المواهب كتير بس عايزين اللي يساعدنا مش عرقلنا الامور احنا مش بنشحت من حد يعني حضرتك عندنا كام فكره كده احنا لو عملناه مش هنحتاج لحد ولا وزاره او منطقه او اي حد قول. حضرتك عندنا سور ده عاملين القواعد بتاعته المحلات يعني قدرنا يمكن سنتين او ثلاثه لحد دلوقتي معطلنا فيهم نفاجئ ان مجلس المدينه في الجنب الغربي يوميا كل يوم نلاقي مثلا كوشك اتحط كوشك تاني اتحط يا جماعه طب بعد اذنكم احنا هنعمل موافقه للمحلات يقول لك لا انتم ما ينفعش تاخدوا الموافقه من المحلات لاسباب تعطيل يعني ايه تعطيل فاحنا بنناشد السيد المحافظ شريف حبيب بنناشد الاستاذ احمد سرور رئيس مجلس المدينه الاستاذ محمود المغربي يا ريت ما يعرقلناش الامور احنا حاجه يعني الحاجه دي موجوده دي هترفع يعني 20 محل لو المحل ب 1000 جنيه بس هيدخل 20 محافظ تاخو كروي ده يعني بس يا ريت حضرتك يعني ايه يبص شويه لمركز شباب 20 محل دول يفرقوا معاك دي اول موضوع ده اول موضوع ثاني موضوع حضرتك حمام السباحه جالنا الموافقه عليه وتم رفع البيانات بتاعته بس كان ناقص حوالي مترين او ثلاثه فاحنا حضرتك كنا بنطالب باستثناء ان احنا تدريب احنا مش عايزين اولمبيا وعايزينه كبير ده برضو حضرتك برضو ده يدخل لنا دخل الحاجه الثالثه المهندس المحترم خالد عبد العزيز عمل لنا الملعب الكبير نجيل صناعي بس ناقص المحول عشان يقوم الكشافات المحول لو قوم الكشافات هيفرق معايا كتير الملعب حاليا انا باجره بس بعدد صغير بقسمه بس عدد صغير كشاف طافي وكشاف مولع فالعمليه برضو مش مظبوط ففي كام حاجه كده موجوده عندنا في برضو مكان هنعمله قاعه افراح ان شاء الله الايام الجايه دي وفي معرض احنا مأجرينه فانا عندي ممكن الدخل ممكن يوصل في الشهر لو الحاجات دي اتعملت ممكن تتعدى 100000 او 150000 يعني انا ممكن في السنه كلها ممكن اعمل حوالي 1.5 مليون يعني اصعد ممتاز بيه وانا مستريح مش عايز حاجه من حد مش عايز حاجه من حد انا مش عاوز حاجه هو عايز الاول الضخه بتاعت الثلاث مواضيع بس الحاجات اللي هم اللي بيعرفوها بس هو المهندس خالد يعني دي على مزاجه اول حاجات دي يعني هو بيحب اي مشروع بقى تعتمد على نفسه المحول متاخر شويه وحته الحمام السباحه دي برضو يعني حاجه استثنائيه المكان موجود اشتغلتوا فيه ولا لسه ما اشتغلتوش خالص لا ده حضرتك الورق بتاعه هو الرسم بتاعه هو بس حضرتك واخدت عليه موافقه موجود ده هم جم وعينوا ورفعوا المقاسات بس لقوا حوالي مترين او ثلاثه ناقصه فقال لك لا ده ما ينفعش فاحنا عايزينه حاجه استثنائيه تدريبي يعني حاجه مش لازمه للاولمبي فحاجه حضرتك ده الرسم الكروكي بتاعه ده ودي المذكره بتاعته مش ممكن تاخدوا حاجه من جنبه ده هيكلف كام ده التكلفه ما مش عارف التكلفه ما عملتش بيها وده حضرتك دي بتاع المحول للملعب للملعب الكبير المحول ده هيفرق معاك كتير قوي في الدخل ده هيفرق معايا حضرتك يعني معلش اصعد ممتاز بمستريح اشوف الكابتن مصطفى بيقول لك انا صرفت 300000 جنيه في الموز فحضرتك انا لو الكام حاجه دول لو عملتهم هبقى مستريح في ضغوط نفسيه اللعيبه معلش برضو اللي بيجي عايز شهريه عايز انتقالات عايز اللبس
يعني معلش احنا كمجلس اداره اللي بيقدروا عليه ربنا بيفيض من بيته بمعنى اصح بيجيب. لكن معلش برضو ايه الحاجات دي انا كنت بدي شهريه 150 جنيه. والانتقالات ما كل بلد حسب البلد بتاعتها. فانا الصرف بتاعي ما تجاوزش مثلا 150-160 ألف في الموسم. انت لو عمل لك الثلاث مشاريع دول خلاص صح؟ انا مش عايز حاجه من حد. انا بضم صوت لصوتك المهندس خالد عبد العزيز ان هو يخلص لك المشاريع وبعد كده تعتمد على نفسك ولا يبقى في دعم ولا يبقى في ان شاء الله اي حاجه. ليه ما بتشوفوش مشاكل الناس دي؟ يعني انا هقول بس الاول في انت جايب العزاء عامل مصيبه الله يرحمه احنا برضه باذن الله يمكن هنكون نقدر نلحق برضه نعزي باذن الله. طبعا قيمه وقامه كبيره عائله كرويه عظيمه طبعا حاجه يعني الواحد فطبعا الله يرحمه ومسواه الجنه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اللي انا بقول لك عليه يعني مش انا بتكلم عليه انا منتظر المجموعه اللي جايه دي بتاعت مش عشان حاجه لان كان اي حد تاني مش هيقدر مش هيكون عنده الجراءه ولا الفكر الكبير. انا مش عشان ما حدش يقول لي انت مايل للكابتن. انت منتظر اللي جاي. اللي جاي ليه؟ انت لعبت مع اللي فات؟ لا مش تعبت مع اللي فات، اللي فات ما كانوا انتوا عانيتوا. خلي بالك انا حضرت معاكم فتره جامده مع الكابتن جمال. لا انتوا عشتوا في دولة بدون مؤسسات. الناس لو كانت تعرف ان الناس دي بتشغل ازاي والاتحاد ده اتحرق والناس قعدت في الشارع واحنا كنا بنروح هنا. بس هنا يا استاذ مجدي استاذ مصطفى برضه عنده حق في حاجة. انت النهارده بتيجي بتعمل لي جدول بتزود لي مباريات زود عليها تكلفة وانت مش باصص لدعمي، فهي لازم تبقى منظومة واحدة. يعني لازم النهارده وانت بتعمل له مسابقته عارف انت قصادها بتديله دعم ايه، عارف انت بتزود عليه ازاي، عارف القصه بالنسبه له ايه. انا هقول لك على حاجه، لو على التخطيط الصح بقى زي ما بيتعمل دوري، خد بالك ده بس اصل هيضر ناس كتير. زي ما بيتعمل دوري ممتاز 18 فريق يبقى فيه 18 فريق ايه ممتاز به. هتعملها بس هتعملها على كذا سنه. ثواني ما انا هكلم لما انا المسافات لا المسافات عندنا كبيره. ما دي اللي بنتكلم فيها. ما انا هتكلم لا ده مش دي لا لو انت لا مصطفى اصل انت بتكلم على الصعيد بس. لا ده هو بيتكلم على ايه على مستوى الجمهوريه. لو على الجمهوريه هيبقى دوري ملوش حل. الفلوس هتخش له ما يقلش عن 30-40 مليون في المرحله دي يا باشا. المستفيدين 18 فرقه بس. لا ايوه 18 فرقه في مصر يا كابتن مصطفى. اصل في حاجه انا بقول لك احنا لنا اوضاع تاني. انت عارف ان عملوا مجموعه يعني يمكن اللي هو حرب اللي مسيب الخير ويمكن كان فيها كابتن هاني ابو رضا كان ابو الصداره فيها وكابتن حسن المجموعه دي ان عمل دوري اللي الدوري مجموعه للصعيد عشان تبقى في الممتاز مباشره. لو اتلغت دي الصعيد مش هيشوف ممتاز خالص. لو اتعملت مجموعه 18 المسافات المتباعده بين مسافه بعيده جدا بعيده جدا بعيدة. فاحنا لما نعمل ممتاز به اللي هو ثلاث مجموعات دول هو اقرب شيء لجميع مش الصعيد لجميع المحافظات. طب اللي هي ده اقتراح بس اسمع وجهه نظر المصطفى. اتفضل. بص يا ريس انت بتتكلم في موضوع 18 فرقه تمام. انا بقول لك من مصلحه اللاعب ان هو يلعب اطول فتره ممكنه ماشي. عشان ابقى في عناصر كويسه عندي. حلو الكلام. يبقى كده في مرحله 18 فرقه دول المستفيدين بس تمام. واللي هم عندهم فلوس هيقدروا يكملوا. لكن انا ما عنديش دعم انت كنادي قضيت عليه بالاعدام. ليه؟ لان انا عشان اصرف ما عنديش مصاريف. رديت ان انا هكون في القسم الثالث وممكن مش هرضى وممكن اي مجلس هيجي يقول لك انا هصرف ليه؟ ها؟ وهتعب نفسي ليه؟ كده انت نهيت على الرياضه في مصر يا ريس. ليه؟ ما اقول لك ليه؟ انا كنادي مش هشتغل، معيش فلوس، مش هوصل للممتاز بيه بتاعك. ماشي. اي طموح لاعب النهارده ان انا اوصل اروح الاهلي، يعني اروح الزمالك، اروح اي منتخب، انا مش هوفر له الامكانيات دي ان هو يوصل. يا كابتن مصطفى، هو الانديه في القسم الثالث الشبان والاقصر مش عارف والانديه الثانيه دي خلاص انتهت طموحاتها؟ لا ما انتهتش. لا انا بكلمك هي احنا بص هقول لك على حاجه عشان نبقى عارفين الشق بتاع الاتحاد الكوره. تمام. خلي بالك الاتحاد الكوره مش معني ان هو يديني دعم يديك دعم. اسمعني بس اسمعني خليك عشان اكمل لك. لا ثواني اسمعني هرد عليك. لا هرد عليك انا هرد عليك. يبقى زي يا كابتن زي ما صعدت زي ما ما بيديلوش دعم. انا بقول لك مش بيديله دعم. لا ما بيديلوش دعم. لا بس بيساعدني. لا لحظه اتفضل. حقه يعني حضرتك لما تيجي تقول البث الفضائي نسبه 2% مصاريف كذا نسبه كذا. ما انت واخدها من مين؟ انت حضرتك لما بتخش ما بص يا فندم هو النهارده العرف عشان هو يوصل يبقى عضو جماعي عموميه عندك صرف. ايوه فالمفروض انت النهارده عشان يخش عندك لازم النهارده تبقى انت ليه ده حقه. ده حقه اللي اللايحه بتديهوله. تمام. الشريحه بتديهوله. ما انا بقول لك الناس هستاذنكم بس ثانيه ناخد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بنادي الاهلي. كابتن سيد مساء الخير.
خير يا استاذ، تحياتي ليك ولظروفك، ربنا يخليك. بيسلموا على حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ سلمنا عليهم كلهم، سلمنا عليهم كلهم. والبقاء لله، وطبعا كل تعزينا لاسره النادي الاهلي كلها. البقاء لله. البقاء لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. يعني كابتن سيد، الحقيقه برضو كان كلام كتير عن الصفقات الفتره الماضيه والتسجيل الافريقي والشناوي ومروان محسن، خلاص رسميا هم موجودين، وفعلا خلاص رسميا ان شاء الله باذن الله هيتسجلوا افريقيا معاكم ان شاء الله الموسم ده. طيب بس اولا بس لازم نفرق شويه ما بين القيد المحلي والقيد الافريقي، تمام؟ يعني مش بالضروره كل اللي هتجيبهم كصفقات او احتياجات، تمام، يبقى هم دول اللي هيتأيدوا افريقيا. هيتأيدوا افريقيا دي مرتبطه بشويه حاجات او شويه نقط كده. اولها طبعا اختيار فني بحت لمارتن يول، وده مهم جدا ان هو تبقى بعنايه، تمام. لكن كمان ممكن يبقى في احتياج للموسم ككل، مش في افريقيا بس، يعني في ناس هتجيبها مش هتأيدها في افريقيا لكن انت محتاجها كموسم، يعني القيد الافريقي مرتبط بس باربع اسماء يعني. فخلينا ننتظر، يعني احنا كده ولا كده عندنا وقت، يمكن يعني مباراه الوداد يوم 27 ودي اقرب واحده يعني، وبعد كده عندنا مباراه زيسكو ودي هتبقى يوم 12 بعد القيد اصلا ما يقفل. فهتبقى انت جبت الصفقات الجديده واحتياجاتك الجديده، هتبدا تبقى عارف كويس مين اللي هيساعدك افريقيا واحتياجك افريقيا اقوى بكتير في المرحله دي، تمام، فهتأيده افريقيا. لو واحد احتياجك ليه فنيا اقل شويه في الفتره ديت فهو ده اللي مش هيتأيد في الفتره دي كافريقيا، لكن كل اللي هنجيبهم هنبقى محتاجينهم على مدار الموسم الجاي كله يعني. طيب كابتن، برضو يعني جمهور النادي الاهلي محتاج برضو يعرف من حضرتك، هل النهارده لاعيبه النادي الاهلي عندهم اجهاد؟ يعني هل الفترات اللي فاتت مثلا نهايه موسم فده ممكن يكون؟ بص خليني اقول لك على حاجه، انا دايما من الناس اللي ما بتحبش تبص لورا شويه، يعني دايما بحب ابص لقدام في نظرتي يعني، تمام؟ في شويه نقط يعني هي مش مبررات، وما بحبش اقول مبررات لان اي مبرر قد يكون لو تمت معالجته ولا حاجه كان يبقى الحال احسن من كده شويه، لكن احنا الخطوط بتاعتنا مرتبطه بخط دفاع ونص وامامي. الضربه كانت في الاصابه في الخط الامامي ككل، ايفون على عبد الله على رمضان صبحي، والثلاثه من اقوى العناصر كانت بالنسبه لنا، تمام. لكن خلاص انت بتتكلم على واقع دلوقتي، الواقع رمضان ولا ايفون معانا خلاص، يعني ما بقوش معانا في الفتره دي، وعبد الله كمان مصاب فتره طويله. فانت ثقتك في اللي موجودين ثقه عاليه جدا، لكن تصفد مع الفتره دي جهاد شويه لعناصر كثيره في الفرقه. موسم كان طويل جدا، سفر داخلي بشكل رهيب، يمكن انا حسبت عدد الكيلوات المترات اللي خدناها طول الموسم طلعت 13000 وشويه، 13220 تقريبا ولا حاجه، ما بين سفر اسكندريه والسويس واسكندريه رايح جاي وهكذا يعني، تمام. ما دخل فيه اسوان، دخل فيه كمان ما بتحسبش السفرات الافريقيه، تمام. فطبيعي جدا كان يحصل نوع من الاجهاد. حظنا اللي مش لطيف ان هو جه في بدايه دور الثمانيه للمشوار الافريقي. بس يبقى السؤال، هل عندك القدره على الرجوع مره ثانيه للدايره بتاع الافريقيه ولا لا؟ الاجابه اعتقد ان احنا عندنا بشكل قاطع جدا القدره. يبقى السؤال ثاني مره ثانيه، هل الامل عندك في ايديك يعني باستطاعتك انت ولا باقدام الاخرين؟ لحد وقتنا هذا، لحد ما بكلم حضرتك وحد لما تبدا مباراه الوداد، الامل عندك انت او القدره عندك انت او الحسابات عندك انت. بعد مباراه الوداد يعني مش عايزه تتغير، مش عايزه تبقى حد هو اللي يساعدك. لكن لو انت كسبنا مباراه الوداد يبقى برضه كله عندك انت في استطاعتك انت. فاحنا هنشتغل على ده، هنشتغل مش مساله على الامل ده، هنشتغل على الفرصه دي. الفرصه دي هناخدها واحده واحده، مش عايز اقول اخد 9 نقاط مره كلهم، لا انا هاخدها ماتش ماتش، تمام. عندي ماتش بطوله الماتش اللي جاي ان شاء الله الرحمن، ربنا يكرمنا فيه باذن الله تعالى، هنروح بشكل او هنستعد له بشكل كويس ان شاء الله الرحمن، ويا رب نكون موفقين لان عنصر التوفيق كمان مهم جدا في كره القدم يا استاذ سيف. ان شاء الله يا فندم، بتمنى لك كل التوفيق والنادي الاهلي يا كابتن سيد ان شاء الله، وترجع تاني ان شاء الله منافسه في البطوله الافريقيه، البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي. بشكرك فندم، بشكرك فندم، شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. نرجع لسؤالنا. عايز بس محمد حاجه، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. وانت يا استاذ مصطفى؟ اهلاوي. وانت يا استاذ راجل؟ لا انا كابتن 99.9 نسبه الاهلاويه في مصر. انا جناوي. مصر كلها اهلاويه وزملكاويه. ايوه طبعا يا كابتن، يعني احنا في الاتحاد الكوره مصر كلها اهلاويه وزملكاويه. بقول لك احنا في الاتحاد الكوره انت حضرتك موضوع اهلاويه وزملكاويه ده الاتحاد ده معنى تاني. كلنا مصر، انتوا ناس بتدافعوا على الكوره في مصر. كلنا مصر، اهلي وزمالك.
انت راجل شايل قاعد على كرسي لا لا شايل كل الرياضه. انا بتكلم من وجهه نظر مختلفه. انا بتكلم ان مصر لا. فيها ملايين الاهلاويه وملايين الزمالكاويه. طبعا الموضوع منتهي. احنا بنخلص مننا اي جمله على الزمالك. جمهور الاهلي ما بيسيبناش. اي جمله على الاهلي. الاهلي جه عندنا في كاس مصر لعب تليفونات بن سويف. على فكره يا ريس الاستاد كله باكمله بقى علام الاهلي بتشجع الاهلي. انت النهارده بتتكلم في بطوله يعني حب الاهلي ده حاجه ثانيه بصراحه. يعني بطوله افريقيا دي بتمثل مصر ايا كان الزمالك او الاهلي. ايا كان الزمالك والاهلي فهم ممثلين لمصر للكره المصريه. فدي حاجه تشرفنا طبعا. هي النكسه اللي فيها يعني مش بنقول نكسه. احنا ان شاء الله الاهلي ربنا يعني ربنا يكرمه ويعدي الكابو اللي هو فيها. والزمالك والزمالك ربنا ان شاء الله ربنا يكرمه ويوصل للمرحله ان هو يبقى اول المجموعه وربنا يكرم الاثنين ويوصلوا للدور النهائي. والاسماعيلي والمصري يا كابتن. هو السؤال اللي بفكر فيه دلوقتي استاذ مجدي اهلاوي ولا زملكاوي؟ استاذ مجدي هو ده اجابه على السؤال ده لانه اكتر واحد عارف السؤال ده. انا عشان انا في عضو لجنه مسابقات. ما ينفعش. لا مش كده. مش لا 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 خليك جريء. انا هقول الحق. لازم السبب واحد. احنا بنروح مراقبين لمباراه الاهلي. لو انت عملت حاجه يقول لك انت اصلي زملكاوي. تروح زملكاوي. لا لا تروح الزمالك. لا ما انا حصل مواقف كده تضحك بس يعني. بس انا يعني بقول لك الكلام اللي بيحصل. فانت دايما بتحفظ لان لو انت اتكلمت على ميولك بس انت لما يكون ميولك انا بحب مصر اكتر من كل شيء يعني طبعا. بس لا جد لا يعني يا كابتن سيف طول ما الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وامبي والفرقه دي طول ما هي كويسه المنتخب ان شاء الله. لو معاك كام تصعد؟ لو معايا ايه؟ كام اليوم تصعد؟ لو معايا فلوس اعمل الحاجات دي واصعد وانافس. كام يعني مثلا سنه من 300 مثلا 400 500 بس تعمل فرقه تصعد بيها. اصعد بيها اوفر فلوس. ولا على فكره واصرف على 1000 كنت صعدت ممتاز 1000 100000 كنت صعدت ممتاز 1000 ليه كان التروفي ايه؟ كان عندي الدور الاول نهيته وانا اول المجموعه كانت معايا مجموعه الومنيوم الجونه الناس اللي كانت بتنافس على الصعود شهاق اللي كانت صاعده الترقي السنه اللي فاتت وكانت بتنافس. هو اللي بيكلم مصطفى حاجه خطيره عارف ليه ودول الاثنين صعيده. بص كنوز في الصعيد كنوز في الصعيد لعيبه كنوز معجزه. وبعد كده الناس عندها عشان قوه تحمل يا كابتن سيف تصعد يا كابتن سيف. انا في لاعب اديته لاسيوطي اسمه شريف محمد رضا ده على انضم لمنتخب مصر مع كابتن معتمد جمال بس رجع اول فتره ده حاطط كان حاطط 14 جون هو مش عندي حاليا هو عند الاسيوطي جه بتاع نادي المقصه كنا بنلعب في القطاعات فبيقول لي فين شريف كان عندي شريف وبكار فين هم اللعيبه دول قلت له رحت هاتهم من الاسيوطي الاثنين دول بعتهم للاعب ب 10000 جنيه اللاعب ب 10000 جنيه خدت كان ثلاث لعيبه شريف وبكار ورامز الثلاث لعيبه خدت ال 30 عشان اصعد من القسم الرابع للثالث ب 30000 وميدو جابر اتباع بكام للمقصه؟ ب 30000 جنيه 600000 جنيه حاليا سموحه كانت طالبه اللاعب ده واصل كام مليون وامبي ووادي دجله طالباه فبسم الله ما شاء الله عليه يعني حاجه زي عمرو جمال. النهارده الاهلي طب عايز اسالك سؤال الاهلي فين النهارده؟ الاهلي فين؟ هتفاجئ الاهلي في جنة رايحين جهاز فني كامل في نادي شبان مسلمين جنة عشان يعملوا اختبارات لقوا ان هم بيروحوا يجيبوا اللاعب من الالومنيوم يروح المقصه ومن المقصه يطلع على الاهلي او يروح الزمالك. طب ما انا انزل اشوف البلد دي فيها ايه. نزل البلد النهارده بيختار لعيبه في شبان جنة النهارده الافات مؤلفه في نادي شبان مسلمين عشان خاطر يختار النادي الاهلي ناشئينه من هناك يطلع له بتلات اربع لعيبه هتفرق معاه يربيهم من الاول هتفرق جامد يعني هو هيتربى في الاهلي. عايز عندي سؤال تاني ما بتقعد تتفرج كده لو انت معاك كام وصعدت زينا كده لو ربنا كرمهم تمام هتصعد تنزل؟ لا اصعد واستمر بس المبدا نفسه الحاجه اللي انا صعدت بيها التوتال ما يهبطش عشان يعني مثلا 300 تبقى 400 ايه؟ تستمر بكام عشان تستمر؟ اقل حاجه 300000 جنيه في الدوري الممتاز؟ لا ممتاز لا انا بتكلم عن الدوري الممتاز الممتاز ده اقل حاجه مثلا من 3 4 5 6 مليون جنيه ده اقل حاجه يعني. لا طبعا مش معاه مش معاه لا مش معاه هجي لك دقيقه واحده هنروح للواء عصام السمدولي مدير امن نادي سموحه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن زاهر. ازيك يا فندم ازي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك انت حاضر حضرتك وضيوفك الكرام يا فندم بيحيوك يا فندم. والحقيقه يعني خبر مؤسف سمعناه حادثه امبارح اصابه ناشئ من ناشئين سموحه عنده 9 سنين امام باب النادي بطلق ناري كان في مشاجره مش عارف الموضوع بالتفصيل بقى ممكن حضرتك تشرحه لنا. لا اولا ساعتها ما كانش فيها مشاجرات خالص هو اللي حصل امبارح حوالي الساعه 8 8 ونص كده الولد خارج مع مامته وخالته من باب النادي على الرصيف المقابل للنادي راكن العربيه بتاعته خالته بتركب العربيه
والولد جنب والدته، فوجئت والدته ان الولد وقع على الارض، فكله بالكامل اعتقد ان الولد وقع مثلا اتخبط في الرصيف اتعور ولا حاجه، فصرخت والدته الامن بتاع الباب والناس اللي موجودين جنب في محل مشهور جنب باب النادي، كله توجه للولد وعلى اساس يفوقوه كده ما فقش، فامن النادي عشان الولد عضو معانا في النادي شلناه شالوه ودخلوه مجمع عيادات، عندنا مجمع عيادات والدكتور شافه والكلام ده كله، فقال لي لا يتوجه للمركز الطبي، نقلناه بعربيه اسعاف النادي على المركز الطبي. تمام. فوجئنا امبارح على حوالي الساعه 12 واحده الشرطه بتتكلم ان ممكن يبقى في شبهه ان الولد يكون مصاب بطلق ناري، جت المباحث على باب النادي من بره باب رقم 3 عملت تحرياتها وجم لغايه يمكن 4 5 الفجر بصوا على كاميرات النادي وشافوا الحركه بتاعتها، والنهارده نفس الكلام برضو شافوا الدنيا ايه وشافوا الكاميرات وشافوا حركه الولد جوه النادي وهم شايلينه وداخلين بيه وعربيه الاسعاف وهي طالعه راح المركز الطبي. الكلام كله ان اللي وصلوا له كله التحريات قيد التحقيق طبعا ان يكون طلق ناري طائش صاب الولد، حد كان في عماره عاليه ولا حاجه. والنهارده وصلتني معلومات ان الولد لو كبير في السن شويه كانت الطلقه دي كانت عورته ما كانتش داخل دماغه، دليل ان في نهايه مسار مجزوف الطلقه نفسها ضعيفه فجاء من مكان مرتفع. فما فيش اي شبهه جنائيه ولا كان في اي خناقات خالص، ده كان الولد في طريق انه مروح البيت ووالدته موجوده معاه وخالته موجوده معاه وبيدوروا العربيه عشان يمشوا، لكن موضوع طلق ناري طائش ولسه طبعا قيد التحقيقات والنيابه، لكن الموضوع كله يعني ما فيش فيه اي شبهه ان يكون حد متعمد. لغايه دلوقتي بتاعت هي طبعا اللي هتقول الكلام ده كله مش احنا، لكن اللي حصل ما فيش خناقات ما فيش رصد ما فيش اي حاجه للموضوع ده لغايه دلوقتي، هو كله موضوع قضاء وقدر بحت تماما. يعني هو فندم الولد حصل الولد يعني راح وكان يعني كان الولد رايح باصابه بس ولا كان رايح بوفاه للمستشفى؟ لا كان باصابه بس، ده كان مغمى عليه، كان مغمى على الولد ومفيش ما بيتكلمش وكده، كان باصابه فقط لا غير. لما راح مجمع العيادات نقلناه بالمركب بعربيه اسعاف النادي على المركز الطبي، دخلونا عنايه مركزه لغايه يعني كل ده بيكشفوا عليه والكلام ده كله، لغايه ما عملوا عليه اشعه بالليل حوالي 12 واحده بالليل لما اكتشفوا ان في حاجه في دماغ الولد الله يرحمه. طبعا بنقل تعزيم مجلس اداره والسيد المهندس محمد فرج عامر واعضاء مجلس اداره واعضاء النادي طبعا بالكامل في مصابنا طبعا الاليم دوت، ربنا يرحمه تغمده جناته ان شاء الله، وتعزينا لوالده ووالدته واصدقائه والاعضاء النادي كلهم طبعا. يا رب يا فندم بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وببلغ حضرتك تعزينا طبعا. يعني الحقيقه حادث صعب جدا، ببلغ كل تعزينا لاسرته ووالدته طبعا ووالده. الحقيقه يعني الناس بس اللي معاها سلاح او تتعامل في بيت تتعامل في حاجه عندها ضمير حسب الله ونعم الوكيل، يعني قصه صعبه جدا. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يستره على الناس كلهم. انت مش معاه في الارانب اللي طلعت فجاه دي 5 6 مليون في مرحله في ممتاز الف صعبه جدا. وقال لي مصر حضرتك النهارده اسوان صعدت، عملت عقد مع بريد ستيشن كل سنه بتاخد 4 مليون اوكي، دعم من السيد المحافظ، دعم من ده مش هيوصل. هو اذا كان بي النهارده في ممتاز الف بيقعد في ممتاز الف ده عشان روح اللعيبه، عشان روح اللعيبه. يعني انت لو صعدته كنت تفضل واقف بكام في الممتاز؟ هقول لحضرتك كل مرحله ليها رجالتها. القسم الثالث غير القسم الثاني غير القسم الاول، عشان النهارده اقعد في القسم الاول انت النهارده لما اجي اروح اراعب الاهلي التوتال بتاعه 23 مليار 23 مليون استرليني ولا الكلام ده، وانا النهارده هتكلم في 10 مليون هيدعموني اوريدي، انا هجيب ناس بس مش هستمر في الممتاز الف. ال 10 مليون انت بتتكلم فيهم ولا 20 مليون؟ المنطق النهارده بيقول انت عشان تقعد وتنافس الناس دي يبقى اقل حاجه توصل ل 80% في مستواها عشان اقدر اقعد في الدرجه اللي انا بتكلم فيها، يا اما هبقى ضيف خفيف خفيف. صح تمام. طب اخيرا مصطفى فاضل لنا دقيقه. تمام. ايه اللي نفسك فيه النادي هنا؟ اولا ان انا نفسي فيه النادي هنا ان الجهه الاداريه بجد ابتداء من السيد الوزير لاصغر موظف في الجهه الاداريه لازم يبقى فيه تسهيلات غير عاديه في الانديه. عشان انا مش دعم، مفيش دعم. مفيش دعم. وطبعا انا بوجه شكري للمجلس الاداره المحترم بغض النظر على يوسف ابو زيد واعضاء مجلس الاداره كلهم، ووجه شكري خاص للجمعيه العموميه اللي ادتنا الثقه فعلا واحنا كنا قديها وحاطين النادي هنا في مكان محترم، وشكر خاص برضه لحزب مستقبل الوطن النائب اشرف رشاد والاكاديميه المحترمه اكاديميه فتح حلم العربي اللي هي اختارتنا من ضمن 6 انديه ان هي تدعم النادي ان شاء الله باذن الله. نشوفكم استاذ محمد. حضرتك بس في نقطه بسيطه بالنسبه لحمام السباحه ده، ما فيش المركز الفاشل الوحيد اللي ما فيهوش حمام سباحه. يعني جميع المراكز والمحافظه فيها حمام سباحه، يمكن حمام واثنين. حاليا في يعني حاجات طبعا انت عارف الصيف والجو الحر وبتاع،
في نسبة بدأت تظهر من 30 ل 35 أو 40 واحد بيغرقوا سنويا. طبعا كان في مثلا في بحر مصايف ف يعني عايزين نحجم مثلا الحاجة دي يعني يا ريت بأقصى سرعة. حاجة تانية اللي هو الوزارة بتدعم الأندية اللي صعدة من القسم الرابع للقسم الثالث دعمتهم ب 100,000 جنيه في حين مراكز الشباب ما شافتش حاجة منهم. الحاجة الثالثة حضرتك احنا كمجلس إدارة كان النشاط واقف من 2003 ل 2013 فخلال السنة من 2013 ل 2015 صعدنا في خلال سنتين سنة أولى استكشافية شفنا الدنيا ايه خدنا مركز ثاني في المجموعة بدأنا نجيب اللعيبة اللي هي زي ما قال الكابتن مصطفى اللي هي كل مرحلة فعلا وليها رجالتها. عندي لعيبة بسم الله ما شاء الله أقسم بالله يعني بدون مجاملة لعيبة تلعب في دوري ممتاز مستريح. انا عندي لعيبه يعني لعيبه بالحب اللي بتلعب معايا. في لعيبه كانت جايه من الترسانه سب يعني معلش مش شبه بطل هو حاليا مدرب عام في الفرقه كابتن محمد سلطان. كان عندي كابتن احمد سمير كان جاي من وادي دجله ده باك ليفت يعني بسم الله ما شاء الله عالمي يعني في حين منتخب مصر بيجيب بالباك اليمين بيحطه في الباك الشمال فالصعيد مليان مواهب. فحضرتك في يعني بعض الحاجات البسيطه معلش سرد عندي مدرسه كوره فيها 600 لاعب يعني تخيل الناشئ الفتره اللي فاتت دي كلها نشاط متجمد و فريق براعم 75 لاعب فريق 16 سنه 35 فريق 18 30 الفريق الاول 30 وفي دوري المراكز طبعا انت عارف حضرتك اللي عمله المهندس خالد عبد العزيز ده فيه 25 لاعب. عندي كم يعني حوالي 750 لاعب بيمارسوا كره القدم. فاحنا عايزين نتعاون السيد الوزير خالد عبد العزيز السيد المحافظ مهندس شريف حبيب السيد المحترم احمد بسرور والاستاذ ابراهيم دهشان والاستاذ مصطفى ابراهيم يتعاونوا معانا الاستاذه شاديه الاستاذ سعيد مدير المركز يعني بسم الله ما شاء الله عندنا كوادر مشرفين ومدربين وعاملين على اعلى مستوى بخلاف طبعا الجمعيه العموميه القويه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله بتساندنا وجمهور الفشن اللي هو بيجي بيحارب لينا فبره زي جوه بنبقى مغلوبين بيأزرنا يعني بسم الله ما شاء الله عندنا كم وكل ده يعني بامكانيات قليله. فلو تخيل لو عندنا مثلا امكانيات او حافز ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا توقف على رجلك. اشكر مجلس الاداره على ثقته واشكر كابتن مصطفى وكابتن مجدي وكنت ضيف لا يا فندم شرفتنا ونورتنا. احنا ايه بالمجلس الجديد؟ انا بتمنى المجلس الجديد ان نعمل لي الفكر اللي انا بتكلم عليه ان نتكلم في الرياضه نعمل دوري رياضي نعمل دورات رياضيه منتظمه. طبعا هي بص احنا يمكن ما حدش بيتكلم عن الجسم الثاني كله همه في الاسم الاول والاعلام والاتجاه وبرضه انا بتكلم عن الاسم الثاني. لا انا عايز تجيبوا الناس وتسمعونا احنا اللي هو اللي احنا في المطبخ بتاعنا واخد بالك. لا يعني ايه المهندس شريف حبيب هو داخل عزا اهو يبقى نحاول الراجل بتاعكم اهو يعني انا بتكلم ان هو يتعمل دوري ان يستفاد يعني ان احنا يتسوق الجسم الثاني ده لازم يتسوق. انا يمكن من 5-6 سنين كنت بتكلم عليه ان هو لازم يتسوق. حاجه ثاني الناس مستعجله قانون الرياضه عايزين نطلع قانون الرياضه. لا مش عايز انا يطلع قانون الرياضه دلوقتي ويطلع فيه عيوب. لا انا عايز قانون الرياضه يطلع لا ما كله بيتكلم على معلش مش انت مستعجل ده هو مصر كلها مستعجله. ايوه احنا مستعجلين اهو مستعجلين. لا انا مستعجل مش هيدينا النتيجه المهمه يعني ايه طبعا بس عايز لا يطلع عشان الرياضه اسرع يعني نسرع في القانون بس احنا عايزينه ايه هو اللي انت بتتكلم فيه ده قانون رياضه الاستثمار اللي انت عايز تتكلم فيه واللي بتناشد فيه الوزير مش هتناشد حد بس انا مش عايز ايه يعني يطلع في عيوب عايزين يتجري كده يطلع يجي عندك مثلا في كل حلقه مثلا يستوي اوكي يستوي صح ويتعمل صح والناس اللي هي المشكله ان هو ما يتحرقش في الفرن بقى لا مش عايزين كده احنا مش عايزين يبقى في عيوب لكن انا بتكلم في حته احنا في حاجه ما اتكلمناش فيها سريعا ان احنا كرابطه الصعيد ما استفدناش بتجمعات بتاعتنا اللي احنا كنا كان نفسي انا نختار مثلا اثنين او واحد او عندكم اثنين لا ما احنا بنقول ايه ما احنا لسه دخلنا في مشكله تاني ان هم بيقول لك ان ده ما انتخبوش وانتخبت وبتاع لا احنا عايزين برضو وحتى لو اختارنا واحد او اختارنا اثنين نختار الصح لسبب واحد عشان نجاحان الاثنين دول من نجاحان الصعيد كله ان شاء الله باذن الله كلهم محترمين وتختاروا الافضل ان شاء الله. شرفتونا ونورتنا يا استاذ مجدي الله يخليك. انا سعيد بيك النهارده شرف لينا يا فندم. بشكرك استاذ مصطفى شرفتونا ونورتنا يا فندم. شرف لينا يا صاحبي شرف لينا يا فندم. بشكرك ان شاء الله استاذ محمد شرفتونا ونورتنا شرف لينا يا فندم ان شاء الله باذن الله كل مشاكلكم ان شاء الله تتحل او جزء منها ونكون الافضل ونتابع معاكم اتمنى رياضه والله ان شاء الله. معلش اختم بيها اشكر جميع مجالس الادارات اللي هي قبلنا
اللي هي السابقه دي برضو كانت واقفه برضو معانا لحد دلوقتي. لعيبه الفشت كلها القدامه لعيبه محترمه. اعضاء مجلس النواب الحاج جمال الهندي والحاج علي بدوله برضو وقفوا برضو وازرونا برضو الايام اللي فاتت دي. وكل الشكر لسعادتك ولضيوفك المحترمين. شكرا فندم. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا. نطلع سريعا فاصل. بشكر طبعا ضيوفي اللي شرفوني ونوروني النهارده. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. دورة سيل المدربين طبعا اكيد وجود الكابتن جمال لشرح التعديلات للمدربين وعلاقة المدرب بالحكام كل ما يخص الدورة واللي قام به الكابتن جمال غندور مع المدربين. خليني بس في البداية الحقيقة اتوجه بالشكر للدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة لانه الحقيقة عامل حالة جميلة وعامل نشاط جميل جدا بحيه عليه. ومن ضمن هذا النشاط زي ما حضرتك تفضلت وقلت دلوقتي احنا عندنا تعديلات جديده هتطبق من اول الموسم فكانت فرصه ذهبيه لينا ان احنا نلتقي بالمدربين او معظم المدربين اللي هيشتغلوا مش بس مدربين الدوري الممتاز 18 نادي او الدوري الممتاز به لا ده احنا مدربين جميع المراحل السنيه عشان القانون هيطبق على الجميع. بالتالي النهارده كان الحقيقه يوم جميل شرحنا فيه التعديلات للساده المدربين شرحنا فيه كيف تكون العلاقه بين الحكم وبين المدرب. شايف انه الاجيال الحقيقه الجديده من المدربين وطبعا في منهم كتير شغالين لكن الاجيال الجديده اللي بتؤهل نفسها دلوقتي وبتحصل على التاهيل شايف انه انا حاسس منهم انه روح التعاون بينهم وبين الحكام موجوده الاستعداد موجود عشان نغير الصوره بقى اللي هي الناس دايما كانت بتتعامل بيها ان المدرب والحكم اعداء لا هم مش اعداء هم ناس كل واحد فيهم ليه شغله كل واحد فيهم هيقدر شغل التاني وكل واحد هيسيب التاني يشتغل عشان في النهاية انا محتاج للتركيز عشان اشتغل بلعبتي وبالخطة اللي انا عايزها وهو محتاج للتركيز كمان عشان يوصل في النهاية للقرارات الصحيحة. كابتن جمال يعني الحمد لله انتهت أزمة الحكام ونادي الزمالك هل أنت راضي عن انتهاء الأزمة بالشكل ده وطبعا بالتأكيد مباراة الزمالك والاتحاد يوم الخميس القادم هتكون بحكام مصريين ماذا لو لا قدر الله تم أي تجاوز آخر من للنادي الزمالك؟ احنا أبدا لا نرضى ولا نقبل أن يكون في بيننا وبين أي حد من عناصر الكرة أي مشاحنات أو أي خلافات. احنا أكتر ناس وأنا بقولها 100 مرة أكتر ناس وأكتر عنصر يبحث عن الهدوء اكتر عنصر يبحث عن الجو الهادي المثالي اللي ما فيهوش مشاكل لان ده بيساعدنا ان احنا نبقى مركزين بيساعدنا ان احنا بنشتغل بيساعدنا ان احنا ندي كل واحد حقه في جميع الاحوال احنا اتفرض علينا ان احنا ندي كل واحد حقه في الظروف الصعبه وفي الظروف السهله فخليها في الظروف السهله احسن. حاجه ثانيه عايز اقول عليك حضرتك عليها خلاص احنا المباراه الجايه ان شاء الله بحكام مصريين مفيش حد بيكسب على طول مفيش حد بيخسر على طول وهي دي كره القدم. أتمنى أن الناس تستوعب هذا الكلام بس أتمنى الناس أن تعرف أن الحكام المصريين أهدافهم أن كل واحد فيهم عنده حلم كل واحد فيهم عايز يبقى حكم بيحكم في الدوري الممتاز بيكبر الحلم يبقى عايز حكم دولي بيكبر الحلم يبقى عايز يبقى موجود في كأس العالم وكمان عنده حلم حضرتك بتسعى وبتدفع فلوس وبتشقى وبتصرف كل فلوس النادي أنك تشتري لعيبة وأنك تتنافس عشان تاخد بطولة الدوري عشان تشارك في بطولات افريقيا وعشان تشارك في بطولات كاس عالم عشان تمتع جماهيرك ترضي جماهيرك هو كمان عنده منافسات مع زمايله عنده هدف عايز يوصل له ما تحرمش الحكم من حقه ما تبصش للحكم على انه عايز يروح يخسر فرقه ويكسب فرقه الكلام ده مش موجود وعمره ما هيكون موجود عندنا امكانيات في امكانيات عاليه وامكانيات اقل وامكانيات اقل ولا ما كانش اتخلق الحكم الدولي والدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه عندنا اخطاء زينا زي كل مكان في العالم اخطائنا احنا لا بنتعمدها ولا عايزين نعملها ولا حد فينا بيتمنى انها تبقى موجوده احنا اسعد ناس في الدنيا لما المباراه تخلص من غير اخطاء. كابتن جمال مستمر في لجنه الحكام الجديده وشكلها هيكون ازاي هل هيطرا اي تعديلات في اللجنه؟ هو مفيش لجنه حكام جديده لغايه دلوقتي لانه الوضع القائم من شهر يناير لغايه دلوقتي هو اللي مستمر لغايه لما ان شاء الله كده يجي الاتحاد الجديد والاتحاد الجديد اعتقد هو صاحب الحق في انه يجيب مين رئيس لجنه حكام جمال الغندور او مصر مليانه كفاءات كتيره جدا كلهم اخوه لهم كل التقدير والاحترام واعتقد ان احنا في الفتره اللي فاتت وصلنا لشيء مهم ما اعرفش انتوا ليه ما حسيتوهوش
ان احنا اصبحنا كتله واحده، حكام وحكام متقاعدين، وده اكبر مكسب تحقق من الازمه الاخيره، وبالتالي ما بقتش تفرق بالنسبه لنا دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد الجزار والكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام. برضو زي ما انتم شايفين متابعين معاكم عزاء الكابتن طبعا رمز من رموز النادي الاهلي كابتن طارق سليم، وعزاء كابتن طارق سليم قدامنا على الهواء مباشره عدد كبير من رموز الرياضه المصريه والكره المصريه، وايضا رموز النادي الاهلي. شفنا الكابتن حسن حمدي موجود، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، كابتن زكريا ناصف، مجموعه كبيره، كابتن حسام غالي نجم النادي الاهلي، مجموعه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن حازم الهواري موجود هناك، كابتن احمد مجاهد موجود هناك، عدد كبير جدا. مجلس إدارة النادي الأهلي عدد كبير منه موجود هناك، والسابق كمان عدد كبير موجود هناك. هروح لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا أو في عهد الكابتن حسن حمدي. كابتن غزاوي مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا كابتن. معلش ممكن بس تعلي صوتك كابتن غزاوي، أنا مش سامع. أهلا بيك سيف، ازيك حبيبي؟ الحمد لله تمام. الحقيقة كابتن غزاوي بيكلمني وأنا شايفك قدامي على الشاشة، فلازم تقف في حتة هادية شوية لأنك هتسلم على العزا كله. أنا معلش مش سامع، الصوت كان بيقطع معلش. أنا متابعك. يعني أنا على الحقيقة عايزك تكلمني على الكابتن طارق سليم. يعني النهاردة أعتقد إن هي يعني عزا الكابتن طارق سليم مجموعة كبيرة جدا من الأسرة الأهلاوية. أنا عارف إن أنت كنت على علاقة قوية بالكابتن طارق سليم، وعارف إن الكابتن طارق سليم كان ليه جزء رياضي تاني بيلعب تنس، وأنت من الناس اللي كنت على طول متواجدين معاه. يعني كابتن طارق كان بالنسبة لنا في النادي الأهلي وبالنسبة لي أنا بصفة شخصية يعني كان بمثابة أب، ويعني فقدان الكابتن طارق ده حسيت إن إحنا فقدنا يعني فقدنا حد بالنسبة لنا في النادي الأهلي كنا بنحس إن في سند ليك، يعني الكابتن صالح وبعدين الكابتن طارق، و يعني سند لينا كنا بنحس إن لسه مبادئ النادي الأهلي واللي اتعلمناه في النادي الأهلي لسه موجود، وهو كان بيوجهنا. طبعا فقدان الكابتن طارق للجميع الأهلاوية مش بس ليا أنا خسارة كبيرة جدا، وزي ما أنت شايف النهاردة العزاء كل الناس موجودة، كل الناس من جميع الأندية من جميع الانتماءات كل الناس موجودة عشان تعزي في كابتن طارق، لأن هو كابتن طارق كان عزيز على الناس كلها. كابتن طارق في ناس كتيرة كانت بتفتكر إن هو من الناس اللي هي شديدة وقاسية، ولكن الكابتن طارق كان صحيح هو قاسي في الشغل وكان بيحب كل حاجة تبقى ماشية مظبوط، ولكنه هو كان من أطيب الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها، وكان من الناس اللي اتعلمنا على قد ايه يعني ايه تحب النادي الاهلي، مش ان انت تشجع النادي، يعني ايه تحب النادي. فطبعا فقدانه لينا يعني خساره كبيره قوي. كابتن غزاوي يعني كان معايا كابتن عبد القيع امبارح وقال لي الحقيقه ان يعني لازم اسره النادي الاهلي تقف مع نفسها شويه بعد رحيل الكابتن صالح والكابتن طارق، ان النادي الاهلي كان عنده مبادئ وعنده حاجات دايما كان محبي النادي الاهلي بيتمسكوا بيها، وان هم لازم يبقى في وقفه ان الحاجات دي ما تروحش وان المبادئ دي تفضل موجوده. طبعا انا بوافق كابتن عدلي، بس اللي اتعلم من الكابتن صالح واللي اتعلم من الكابتن طارق هيقدر ان هو يكمل مسيره النادي الاهلي في الاخلاقيات والحفاظ على المبادئ وعلى ان الرياضه والنادي الاهلي مش النادي الاهلي مش بس رياضه، النادي الاهلي جهه تربويه قبل ما تكون جهه رياضيه. يعني ايه اخلاقيات ويعني ايه تحب بلدك ويعني ايه بتتربى على اخلاق وقيم ومبادئ، هو ده دور النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بس قلعه رياضيه لانك تكسب وتخسر، القبل القلعه الرياضيه في انك تكسب وتخسر احنا بنتعلم في النادي يعني ايه اخلاق، ويعني ايه ان انت يكون عندك مبدا، ويعني ايه ان انت تتمسك بالمبادئ اللي موجوده عندك وما تستغناش عنها لاي سبب من الاسباب. بنتعلم يعني ايه حب النادي. فالناس اللي عندها ده اللي اتعلمت من اللي عاشت مع كابتن صالح وعاشت مع كابتن طارق ومع وناس كتيره جدا كانت موجوده في النادي الاهلي هتقدر ان هي تحافظ على دوت، ولازم كل الناس دي تفضل متماسكه وانها تعلم الاجيال اللي جايه علشان نفضل نسلم رايه من رايه لرايه زي ما الكابتن صالح والكابتن طارق سلموا الرايه للناس، احنا كمان لازم نسلم الرايه للناس الثانيه.
هل ده محتاج مجهود كبير الفتره اللي فاتت؟ هل النادي الاهلي يظل الان محتفظ بمبادئه؟ هل القصه محتاجه وقفه لتعديل المسار؟ شايف المشهد ازاي؟ والله يا كابتن سيف، يعني النهارده في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه، يعني مش هقدر اجاوبك على هذا السؤال، لان الموقف اللي احنا فيه كله وخسرته واللي احنا فجاه، وعارف كابتن طارق انا بكلمك بكل من غير كلفه، وجود الكابتن طارق حتى وهو في عياء، وجوده على الكرسي كان بالنسبه لنا عادة، بس وجوده وان احنا نشوفه وان احنا ناخد رايه ويدينا اشاره لما كنت اتكلم معاه ويقول لي حاجه براسه يهزها افهم منه صح ولا غلط، كان بالنسبه لي بيدينا جزء من الطمانينه، وبنحس ان احنا لسه يعني كل حاجه ماشيه كويس، وفي حد نقدر نرجع له، وفي حد نقدر يصحح لنا مسارنا. النهارده طبعا في ناس موجوده في النادي الاهلي تقدر تصلح المسار في حاجات كتيره جدا، بس الخساره بتاعتنا كبيره. خسارة الحقيقة كبيرة، يعني بتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وبشكرك أستاذ محمد غزاوي، واحد طبعا من المقربين جدا للكابتن طارق سليم، واللي الحقيقة كان تربطه بيه علاقة قوية جدا، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما قال يعني أستاذ غزاوي، إن ده يعني النادي الأهلي، وزي ما قال الكابتن عادل القيعي، وزي ما قالوا رموز النادي الأهلي، النادي الأهلي عليه في التوقيتات ده ان هو يتماسك عشان وجود مبادئ النادي الاهلي. الحقيقه اولاد النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي ومجلس ادارته الحالي والسابق كلهم الحقيقه اشتغلوا على قدم وساق، لا يعني ان هم يرفعوا اسم النادي الاهلي عاليا، وان شاء الله باذن الله يعني يفضل النادي الاهلي ونادي الزمالك والكيانات الكبيره دي. انا شايف ان المواقف بتبقى موجودة بشكل كبير، أنا شايف إن يعني عزل كابتن طارق سليم حاجة ما شاء الله قدامنا على الهواء مباشرة، رموز الأهلي والزمالك، شايف أنا كابتن أيمن يونس ومجموعة كبيرة من الزملكاوية والأهلاوية ملهاش الحقيقة علاقة خالص، أعتقد مدينة داره ده، لا مش أنا مش عارف الحقيقة، عزل كابتن حمادة إمام في نادي الزمالك مشهد تاريخي الحقيقه. انا رحت العزا، وازاي يعني حب جمهور الكره المصريه للكابتن حماده امام والكابتن حازم امام، ازاي تعامل مجلس اداره نادي الزمالك مع المشهد، وازاي تعامل مرتضى منصور، وازاي النهارده يعني عملوا عزا الكابتن حازم امام بشكل اسطوري، لان هو بيعبر عن الاسره الزملكاويه. ايضا النهارده عزا الكابتن طارق سليم هو عزا للاسره الاهلاويه كلها، يعني انا شايف الطابور الناس اللي بتاخد عزا من 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 ابن الكابتن طارق للفنان هشام سليم، لكل الناس اللي واقفه، لمجلس اداره نادي الاهلي كل الناس واقفه بتاخد، الاستاذ كامل زارس، حاج محمد عبد الوهاب، هيثم عرابي هو داخل. بتمنى ان شاء الله باذن الله ان دي تكون اخر احزاننا. كابتن سمير زاهر اهو رئيس اتحاد الكره الاسبق، استاذ بكري سليم يعني داخلين العزاء، يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان دي تكون اخر احزاننا هذا العام، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني يكون في عندنا دايما تمسك بالقيم وتمسك بالمبادئ، اتمنى ان الرموز دي تفضل ولو موجوده حوالينا بالاسس وبالقواعد اللي هم حطوها، اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق. بشكركم طبعا شكرا جزيلا مشاهدي الملاعب اليوم وقناه الحياه، بشكر طبعا احمد ابو طالب رئيس تحرير، محمد صلاح، وليد سلامه، محمد جابر، محمود حسن، محمد غطاطي، بشكر كل الناس اللي موجوده، ياسر عاصم طبعا مخرجنا الكبير، وفي النهايه مهيب عبد الهادي مدير برامج الرياضيه. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات الملاعب اليوم، ويوم الخميس تغطيه خاصه لنادي الزمالك ومباراه الكاس، الزمالك والاتحاد السكندري في دور الثمانية، تغطية خاصة جدا هتكون معانا هنا إن شاء الله بإذن الله، ولكن أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير، تصبح على خير، السلام عليكم.